صباح الخير وصباح العافية على كل متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. يوم جديد وحلقة جديدة من مورنينج لايف، حنكون وياكم على مدار ساعة ونصف. هاي الساعة ونصف عندنا كثير من المواضيع اللي تشغل الساحة العراقية، فضلا عن ضيوفنا اللي ينورونا داخل الاستوديو. بداية أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، يا رب تقضوها بخير وعافية ورزق. خلينا أنا وياكم نستعرض أبرز مواضيع حلقتنا لهذا اليوم وشنو تتضمن. راح نبلش وياكم بموضوعنا الرئيسي الأول، يتحدث عن المواهب الشبابية تبشر بمستقبل مشرق بالأعمال الفنية. إحنا كنا شفنا بالآونة الأخيرة وبالمواسم اللي هي بيها الأعمال الفنية والدراما، نشوف إنه أكو ازدهار بالدراما العراقية فضل الجيل الشبابي اللي هم الجيل الحالي اللي هم قدموا وأبدعوا بهذا المجال. إحنا حتى نحكي أكثر وحتى إنه نطلع على تفاصيل أكثر، أكيد راح ينضم لنا ضيفنا وسام التميمي، ممثل شاب، راح نحكي عن تفاصيل دخوله لهذا العالم وشلون دخل وشلون قدر إنه هو يتميز وشنو الأعمال اللي قدم. أكيد من بعدها راح ننتقل للموضوع الرئيسي الآخر اللي يتحدث عن المساواة بين الجنسين، حقيقة أم كذبة في المجتمع؟ دائما احنا نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، فاليوم احنا نريد نعرف انه اليوم قدرنا انه احنا نحقق هاي المساواة بين الرجل والمرأة، وهي حقيقة انه احنا من نحكي بالمساواة انه اكو بكل الحقوق والواجبات اكو مساواة. فإحنا اليوم أريد نحكي أنه هل القانون العراقي أنصف بين الرجل والمرأة؟ بالإضافة لهذا أريد نعرف تفاصيل أكثر عن أيهما أكثر حقوق من جهة القانونية، الرجل أم المرأة؟ أكيد رح ينضم لنا المحامي حسن عبد الزهرة حتى نحكي بتفاصيل أكثر حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم، يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة. من بعدها رح ننتقل لموضوعنا الرئيسي الآخر. اليوم إحنا منطين فرصة كبيرة جدا للشباب حتى يكونوا هم محور حلقتنا لهذا اليوم، رياضة الباقوت فن قتالي جديد وأقبال الشباب على ممارسته. أكو هواي من الفنون القتالية، إحنا اليوم بدنا نركز على هاي الأنواع من الفنون. للأسف هاي الفنون هي مظلومة إعلامياً، فإحنا اليوم بمورنينج لايف حبينا إنه إحنا نعرف المشاهد أكثر على هذا الفن من الفنون القتالية. بالإضافة لهذا إنه وجه جميل هو لاعب أحد هذه الرياضات اللي هي شمس حسين لاعبة باقوت، حتى نحكي أكثر ونحكي عن الإنجازات اللي حققتها بهذا المجال. من بعدها راح ننتقل للموضوع الرئيسي الآخر، يتحدث عن الشعر الشعبي، أهمية الثقافة الأدبية للشعراء الشباب. اليوم احنا بلد ولاد للشعر والشعراء، فاليوم أهمية الثقافة الأدبية اللي لازم يتمتع بها الشاب هي جدا مهمة حتى انه يقدر يتميز بهذا المجال ويقدر انه هو يبرز، باعتبار انه اليوم شاعر، فالشاعر لازم يكون متميز بهاي الثقافة الأدبية. احنا راح نحكي اليوم ويضيفنا علي حسين شاعر شعبي ونتعرف على تفاصيل دخوله لهذا المجال. اكيد وما ننسى فقرة اهم احداث السوشيال ميديا اللي تضمن الاحداث العالمية العربية والمحلية، اكيد راح تكون وينور الجميلي. كل هذا واكثر مشاهدين راح تلاقوه ويانا بمورنينج لايف. دوري اتمنى لكم مشاهدة ممتعة. خلونا أن وياكم نبلش بأولى مواضيع حلقتنا لهذا اليوم اللي تتحدث عن المساواة بين الجنسين، حقيقة أم كذبة في المجتمع. بداية حلقتنا تحدثنا عن هذا الموضوع، احنا نريد نحكي بكل تفاصيله وبكل محاور هذا الموضوع. أكيد لابد أن ينضم إلي صاحب اختصاص، راح ينضم إلي المحامي حسن عبد الزهرة. يسعد مساك بمورنينج لايف، حياك الله، أهلا وسهلا بك، نورتنا، أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. أهلا بك، حياك الله، أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة يا رب، تقضيها بصحة وعافية. تفضل أخذ راحتك حتى بلش إنه إحنا العفو نبدي نحكي بهذا الموضوع اليوم اللي هو الموضوع الشاغل المجتمع العراقي بصراحة، موضوع المساواة بين الرجل والمرأة. إحنا اليوم نريد نعرف إنه هذا الموضوع هو حقيقة. اليوم صفتك محامي، قدرنا اليوم إنه إحنا نحقق هذا موضوع المساواة بين الرجل والمرأة بالمجتمع العراقي؟ إذا على المستوى الاجتماعي فهو ما تحقق بشكل كامل، أما على المستوى القانوني في الدستور العراقي بعد تغيير النظام، الدستور العام 2005 قد أقر في المادة 14 منه أن الرجل والمرأة متساوين أمام القانون وأمام القضاء. نعم. إذن الدستور هو أعلى من كل القوانين، الدستور ساوى بين المرأة والرجل، وأيضا ساوى أن جميع العراقيين بغض النظر عن جنسهم، عن معتقداتهم، عن مذاهبهم، عن حتى المستوى الاقتصادي، نظرا لها الدستور بهالنظرة، حتى المستوى الاجتماعي الاقتصادي. نعم. هذا ما يميز شخص عن شخص أمام القانون، الجميع متساوين أمام القانون. زين، هاي من ناحية قانونية حققناها. احنا بما انه حكينا بالناحيه القانونيه حاليا انه احنا قدرنا نحققها فقط من الناحيه القانونيه، لكن من الناحيه الاجتماعيه اكو مفارقه بعدها بين الرجل والمراه، واكو هوايه من الاراء بدوا انه الناس تختلف انه لا، الرجل والمراه
ما يصير أكو بيناتهم تساوي. أنت اليوم بصفتك محامي أو بصفتك رجل شرقي اليوم خلينا نحكي بهذا الموضوع، اليوم أنت تشوف هل صحيح أن تكون أكو مساواة بحتة بين الرجل والمرأة؟ يعني هي ننظر لها إحنا الحياة الإنسان الاجتماعية، ما يقدر الإنسان يعيش في حياة اجتماعية إن لم يكن هنالك قانون ونظام. نعم. النظام يأتي من القوانين والنصوص والتشريعات. إذا المشرع العراقي نعم. وضع في الدستور مادة تساوي بين الرجل والمرأة أمام القانون وأمام القضاء وفي الحقوق وفي الواجبات. نعم. فما من الممكن إحنا كمجتمع نرفض المن إذا انتخبنا الدستور من تم التصويت عليه من قبل الشعب العراقي، وهذه الفقرة موجودة في الدستور. إذا إحنا ما ممكن اليوم نتخلى عن فقرات الدستور. وأنت اليوم تحكي بصفتك قانوني، تحكي إنه أنت إنسان دارس القانون العراقي وحافظ مواد الدستور. أنا دا أحكيك على رجل شرقي اعتيادي. إحنا واقع الحال اليوم المجتمع. الرجل الشرقي عفواً ولو أقاطعك، اليوم الرجل الشرقي هاي المعتقد انه هو ماشي بي انه لازم اكو مساواه بين الرجل والمراه، وانت تشوف حاليا كرجل في فترات سابقه لم يكن المساواه بحته اليوم موجوده؟ لا، هو التساوي بحت على المستوى الاجتماعي والمستوى الفكري، هذا ما موجود، هاي حقيقه، وايضا هي فيها تفاصيل اخرى. لكن من ناحيه قانونيه اليوم المجتمع العراقي الجميع متساوي أمام القانون، هاي فقرة مهمة. نعم. بعدين هاي البرامج التوعوية والثقافية واللي يقدم الإعلام أيضا إلى مساهمة كبيرة في نشر الثقافة القانونية، توعي المجتمع. المجتمع وعى. نعم. ليس كالسابق، المجتمع سابقا وحتى بعد التغيير الذي حصل بعد عام 2003 المجتمع أيضا لم يكن بذلك الوعي، عكس ما نراه في السنوات الأخيرة سنتين ثلاثة، يعني تغير عندنا الواقع، بدأت الناس تعرف القانون، بدأت تطلع، أكو برامج قانونية، أكو وعي ثقافي، العفو ثقافة قانونية ووعي قانوني صار، وهذا أيضا يساهم في إعطاء المرأة حقوق والرجل حقوقه وكل منهم عليه واجب. نعم، إحنا هواي نسمع كلمة تتردد أن القانون أكثر شيء هو ويل المرأة، ما مدى صحة هذا الموضوع؟ القانون هو ساوى بين المرأة والرجل، وينظر والقانون من اللي يطبقه؟ يطبق القضاء، والقضاء عادل في تطبيق الأحكام. نعم. وحتى بعض المواد القانونية التي عليها أشكال قانونية، لأن فعلا هي يقع فيها حيف بالنسبة للقانون الأحوال الشخصية على الأب فقط في مسألة الحضانة وغيرها، لكن عالجها اجتهادات محكمة التمييز الموقرة. نعم. عالجت كثير من الأمور، وأيضا هم دي يطالبون في تعديل هذه المسألة. لكن أنا أحكي عن القضاء، القضاء ما يعتمد فقط على النص. نعم. أيضا أكو معالجات من قبل محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، أكو حالات عالجت كثير من الأمور. ما أشوف القانون كله ويا المرأة ولا كله ويا الرجل، أشوف أنصف الاثنين. القانون من يعني من المفترض كل منهم يعرف حقه بالقانون، وما أكو ظلم ولا أكو حيف على المرأة. نعم. بالقانون. زين، ليش نشوف دائما انه هاي النظره عند المجتمع اللي هي رافضه انه المراه تكون هي تشغل منصب، سواء اذا منصب قيادي بالعمل او سواء منصب بالدوله، ليش احنا نشوف دائما انه اكو هاي النظره انه المراه ما المفروض هي تكون القائد، المفروض انه الرجل هو اللي يكون قيادي بكل شيء، سواء اذا كان بالعمل سواء إذا كان قيادة بدولة؟ ليش إحنا دائما نشوف هاي النظرة تكون بيها أكو بيها علامات استفهام إنه لا، المرأة ما يصير تشغل منصب كبير حتى إنه هي تقدر تكون تحكم؟ بصراحة حتى أكون موضوعي في طرحي وجابتي أمام الجمهور وأمام الناس تكون حقيقية وموضوعية، سابقا أكو حيف، أنا دائما أقول كلمة سابقا رددتها لحد الآن أكثر من مرة، لأن سابقا أكو قلة وعي، أكو كثير من الأمور، حتى في قبل عام 2003 كانت الأمور تختلف في موضوع المناصب والمرأة والقيادة. أما اليوم هو ماكو شيء 100% المرأة صارت قيادية وتساوت مع الرجل 100%، هذا مو هذا كلام مو صحيح، أما أقدر أقوله. وبالدليل لكن إحنا ما شفنا اليوم مرأة لكن الحقيقة تشغل منصب كرئيسة بلد أو رئيسة وزراء. حجاوبك على هذا السؤال. لكن الحقيقة اليوم المرأة قيادية في المجتمع، والدليل عندنا وزيرة أكثر من وزيرة في الحكومات، هاي موجودة الحكومة الحالية أكثر من وزيرة، وزيرتين موجودة عندنا، مناصب وزارية للمرأة.
أيضا مناصب وزارية في شؤون الدولة، بعد مستشارات عندنا، أعضاء برلمان عندنا، من مدراء عامين عندنا من العنصر النسوي. فإذا أنا أشوف اليوم المرأة موجودة. أما بالنسبة للرئاسات فهذه هي نظرة سياسية، نظرة الكتل السياسية المتحكمة على البلد، نظرتها متصاعد المرأة إلى رئيس جمهورية أو رئيس برلمان أو رئيس وزراء. لكن أيضا عندنا لا أنسى معالي النقيب، نقيب المحامين بالضبط، الأستاذ أحلام اللامي بالضبط، تحياتنا إليه. يعني نقيب المحامين امرأة، وهسه هي على رأس نقابة المحامين بالضبط. اليوم سؤال هو افتراضي، ممكن أنه يشكلون اليوم للرجل جمعية بما يخص شؤونه مثل جمعيات النسوية اللي تكون اللي هي خاصة بشؤون المرأة؟ بصراحة يعني هي ما يعني هنا أنا ماكو مساهمة. لا، هو ما الغرض من تأسيس جمعيات نسوية؟ ما الغرض إذا أكو قانون وأكو نص قانوني يحمي المرأة؟ بدل الجمعيات مثلا إذا ثقف بالنصوص القانونية والقانون ما عندنا مشكلة وياها. وإحنا ليش إحنا من دا نحكي بهذا الموضوع، خلي نحكي بمنتهى الصراحة. نعم. بدون أجوبة دبلوماسية. نعم. اليوم بصورة عامة إحنا من دا نحكي على شريحة، دا نخاطب شريحة الواعية، شريحة المثقفة، من دا نحكي بموضوع المساواة وغيرها. تعال احكي لي بالقرى والأرياف والأطراف مطبق هذا الموضوع؟ لا فعلا هاي ما مطبقة أيضا. فإحنا من نحكي دا نحكي على مجتمع كامل، دا نخاطب كل الشرائح. لكن بالمقابل بعض الجمعيات النسوية دا تهدف أيضا إلى إيصال المرأة إلى تكون ذكر المرأة مو أنثى، دا تفقد الإمرأة أنثتها. هاي ايضا فقره مو صحيحه. بعض الجمعيات انت اليوم من قلت ان المراه تصير ذكر، انت اليوم مع المساواه البحته بين الرجل والمراه؟ نعم. لو اكو متساوى بشيء امام القانون، نعم مع المساواه البحته. انا احكي بصوره عامه بكل الحياه، يعني انا اقبل، انا هسه اليوم انا ضد المساواه البحته. ليش؟ لانه اليوم انا كمراه ما اقدر اقوم بالاعمال الشاقه اللي يقوم بها الرجل. بغض النظر عن الاعمال الشاقه، وان كانت الاعمال الشاقه بعض النساء قاعده استثنائيه قدرا ان ما او كان عندهن القدره والاستطاعه لممارسه بعض الاعمال الشاقه، وهذا فخر انه المراه لاجل كرامتها والعيش بحياه كريمه تعمل اعمال شاقه، ماكو مشكله. بس لكن احنا انا مو احنا دخلنا بموضوع قلنا الانوثه ها، النعومه هل يتساوى؟ تقدر ان المراه اليوم تشتغل عماله مثلا؟ هو دا اقول لك يعني بعض الجمعيات النسويه تقول لك مو اكو فلانه هاي قاعده استثنائيه، والاستثناء الحياه تتطلب المراه لازم انه هي تشيل المسؤوليه. لكن هل المراه اليوم الحقيقه هل من العدالة، أبدأ أقولها من العدالة أن أساوي المرأة بالرجل في كل شيء؟ لا، ليس من العدالة. يعني المرأة لو تساوت المرأة والرجل اليوم في أسرة واحدة زوج وزوجة قبلوا بالمساواة البحتة التامة 100%، واليوم كانت الزوجة في حالة صحية، وهي طبعا من ناحية جسمانية كامرأة هي تختلف عن الرجل. اليوم في حالة مرضية معينة هي لو كانت تساوي، نريد التساوي يتحقق 100% بين الرجل والمرأة بالمجتمع، إذا هي مريضة أو غير مريضة عليها أن تقوم إلى العمل بالضبط باعتبار تساوي زوجها راح إلى العمل. لذلك أنا ذكرت لك نقطة أنه أنا مو مع المساواة. نعم، البحتة. نحن مع المساواة القانونية بالضبط، مع المساواة القانونية أن يقف المرأة والرجل متساوين أمام نعم بالحقوق والواجبات والالتزامات، وأيضا يكون الرجل والمرأة الأشياء. نعم. التي نهدف إليها أن تكون المرأة والرجل متساوين بها، مو فقط بالقانون وأمام القضاء، هذا هو محتم العفو حتمي وواقع واقعا. نعم. موجود. نعم. الرجل والمرأة متساوين أمام القضاء، لكن أيضا يكون متساوين بالتعليم، متساوين بالمناصب الوظيفية بالضبط. وهذا يصير عندنا ويساوون المرأة والرجل، أكو وزير وأكو وزيرة بالضبط. تمام، اكو امراه تشغل منصب الوزير واكو رجل يشغل منصب الوزير، وايضا التعليم بالرعايه الصحيه بالاهتمام الاسري بكل بالضبط. هاي الاشياء احنا نريد الرجل والمراه يكونوا متساويين، يكونوا متفاهمين. حتى بالاسره نفسها المساواه لازم تكون موجوده بموضوع طرح الاراء وتبادل الاراء، حتى في الابناء، حتى في بالضبط. معامله الابناء الذكر والانثى حتى تكون هنا اكو هاي المشاركه بهاي العائله. هذا يولد مجتمع راقي بالضبط. لو وصلنا لهالمرحله. لكن بالتساوي الحتمي الذي يهدف اليه بعض الجمعيات النسويه، اكون صريح، يعني بعض الجمعيات النسويه تهدف الى
تحقيق مساواة هامة بين الرجل والمرأة. هذا ظلم للمرأة. أنا أشوف هذا فعلا حقيقة عمل ضد المرأة. يعني أنا أتفق وياك بهذا الموضوع أستاذ. إحنا بما أنه إحنا أخذنا آراء بعض لابد إحنا نأخذ آراء الشارع العراقي حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أكيد راح نروح ويا زميل علي الخشان ومن بعد راح تكون لنا عودة. حياكم الله مشاهدينا الكرام مشاهدي برنامج مورنينج لايف. استطعنا لهذا اليوم بخصوص المساواة بين الجنسين، هل هي حقيقة أم كذبة في المجتمع؟ فخليكم يانا خلينا نشوف آراء المواطنين. إذا من الناحية المعنوية فأعتقد اليوم يعني القوانين، حتى القوانين الأحوال المدنية والأحوال الشخصية، أعتقد هي منصفة للمرأة العراقية. أيضا يعني اليوم نلاحظ أنه المرأة العراقية أخذت دورها حقيقة في المجتمع من حيث الوظيفة، من حيث التعيين، من حيث يعني ما موجود يعني على أرض الواقع. وبالتالي اليوم يعني هي شريكة الأخيرة رجل في كل المجالات الحياتية والعملية. وأما موضوع أنه إذا تقصد من الجانب المعنوي فأعتقد أنه هاي تتبع السلوك داخل الأسرة وتتبع السلوك داخل المجتمع في تقييم عمل المرأة وإثبات وجودها مع أخيها الرجل. وبالتأكيد طبعا لا، المرأة مرأة ورجل رجل، الرجل هو مسيطر كل مجالات، لأنه ما يسمح المرأة أنه تتفوق عليه. حتى مرات أغلب الأحيان الرجل يقول ليش شارين قاعد البيت، يابا احنا عشتنا صعبة إيجار كذا، لا هاي شناكل تاكلين إن أمنا وتتعينين، لا بس أغلب النساء قاعدين خريجات كليات معاهد كلهم قاعدين ما يشتغلون بسبب أنه الرجل هو مسيطر عليها كذا ممنوع شغلين. صح هو رجال مقاومين على النساء لكنه يكون يوفر لها كل شيء. يحتاج لنا بأنه حملات توعوية أكثر، يحتاج لنا بأنه يكون دور للمرأة يكون بصورة أكبر وأوسع. نعم أكو هناك نساء يعني دي مثلا يشتغلون في مولات أو في محلات وإلهم مشاريعهم الخاصة، لكن بالقلة، مو مثل بقية الدول اللي المرأة هي لها دور جدا كبير حتى في الحكومة. اليوم نشاهد العنصر النسوي في الحكومة وفي المسؤولية جدا قليلة. الموضوع مساواة بين الرجل والمرأة هذا موضوع جدلي يختلف من مجتمع لآخر، وتحديدا بالعراق انت تعرف عندنا اطياف مختلفه بالشعب العراقي. اكو اللي يكون يمشي حسب عاداته وتقاليده ومجتمعه انه يكون مساواة بين الرجل والمرأة، اكو شخصيات ما تقبل هذا الشيء. يعني اليوم يقول الرجل هو متسلط على المرأة، لكن اكو مجتمعات ترفض هالشيء. مشاهدينا الكرام مثل ما استمعنا لآراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع فلهنا ينتهي استطلاعنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي ولعودة الزملاء باستديو مورنينج لايف. انتهى حرية ميقيد. نعم طبعا شفنا آراء المواطنين حول موضوع حلقتنا. أكو قضية اليوم حالة استثنائية، الأستاذ هنا يقول قلت له المرأة بصورة عامة هي مو مفهومة، وكل العالم دا يحجون إنه المرأة اليوم الرجل مثل ما يقول ما يعرف المرأة شو تريد. أنت تقول مفهومة اليوم، أنت اليوم قاعدة استثنائية. مفهومة المرأة مفهومة. شلون مفهومة؟ المرأة ما تحب إنه شخص يفرض عليها القيود بالقوة والعنفوان بقدر ما تحب التفاهم بالنقاش. صح. بالحوار. أنت اليوم زوج وزوجتي يتناقشون في مسألة معينة، طبعاً المرأة لازم هو أساساً يولد لها الجو اللي يخليها إنسانة ناضجة واعية مثقفة تفهم الأمور صح. فمن يولد لها هذا الجو هي شخصيتها، حتى شخصيتها تبدي بالبناء الصحيح، وهو أيضا شخصيته تبدي بالبناء الصحيح لبناء أسرة صحيحة. يعني مثلا اليوم زوجة رادت فد شيء معين من زوجها، بدل ما يرفض أو بطريقة تزمت أو بتعنت، لا بهدوء أناقشها أطرح لها كذا سلبية وكذا إيجابية في هذه المسألة، شفتها هي مقتنعة بالإيجابية ما اقتنعت بالسلبيات اللي أنت تطرحها، تركها للتجربة. هذا لو كان الإنسان فعلا يريد حياة صحيحة. نعم. تركها للتجربة، جرب الشيء الخطأ، تمام، راح ترجع تشوف أنه أنت صاحب الرأي الصح. بالضبط. أنت صاحب الفكرة الصح. هو الموضوع السائد أنه اليوم المرأة هي بطبيعة تكوينها الخلقي أنه البنية هي تكون عاطفية. نعم. العاطفة هي تكون أكثر من ما أنه هي تستخدم العقل، بينما الرجل أنه هو يستخدم عقله أكثر من، وهذا صحيح، يعني واقع الرجل أكثر من المرأة. نعم. إذا استخدم عقل الرجل إذا استخدم عقله استطاع السيطرة على العاطفة. وهي المشكلة، المرأة هي عاطفية وقادرة على أن تقوم بهواي أشياء، فكيف إذا استخدمت العقلها؟ كارثة. لا. من الموضوع. إحنا المرأة إذا تحكمت بين الموضوعين. بالعكس، المرأة إذا تحكمت بين الموضوعين تكون راح تخلق توازن، تكون ربة بيت ناجحة، تكون موظفة ناجحة، بكل شتى المستويات تكون ناجحة. نعم زين. هنا اليوم خلي بما انه احنا حكينا عن موضوع العمل وغيرها، اليوم انت تشوف انه اليوم كحقوق بالعمل. نعم. اكو مساواة بين الرجل والمرأة؟
لو أن المرأة لها حقوق أكثر. أيضا أرجع أكد على الدستور، الدستور أكد أنه العراقيين متساويين بالعمل، المادة 22 من الدستور والمادة 16 من الدستور حكت على التكافؤ، على العفو التكافل والتكافؤ بين المرأة والرجل أو العراقيين أجمع. هو من يحدد عراقيين؟ ما يحدد جنسه ولا لونه ولا طائفته ولا قوميته ولا مستوى الاقتصادي ولا مستوى الاجتماعي ولا وظيفته، لا يحدد كل العراقيين، حددهم كلهم. شكو عراقي عنده جنسية العراقية يشمل هذا الدستور. لعديش نسمع دائما أن يقولون سواء إذا بقطاع على الصعيد الحكومة والقطاع الخاص يذكرون أن المرأة هي صاحبة الفرصة الأكبر بالوظائف. بصراحة إحنا أيضا مجتمع بعد ما وصل للمرحلة التكامل الثقافي الكامل، إنما ببعض البعض خصوصا في المجال القطاع الخاص البعض يرغب للنساء لجنس النساء أن المرأة على بو تجذب لي زبائن. هاي حقيقة واقع نتحدث إحنا لازم بواقعية. تجذب لي زبائن المرأة مدري شنو، البعض يحاول استغلال المرأة لحاجتها للعمل. هاي حقيقة موجودة بالمجتمع العراقي، ومن خلالكم لازم نوصل هاي الرسالة أنه لا تستغل المرأة لأن حاجتها إلى العمل حتى تعيش بحياة كريمة، أنت تحاول تستغل ضعفها وحاجتها وأقدم لك العمل مقابل أنه أنت تستغلها. هذا مو صح، وأغلبهن يرفضن. والنساء بصراحة بالواقع الحالي صار عندهن وعي كثير، كثير من عندهن صار عندهن وعي. هاي المسألة. أما كقانون الدستور قال جميع العراقيين متساوين العفو في فرص العمل. في أحس إحنا واقعا هي ما حاصلة، إحنا نحكي عن نص القانون. إذا اليوم من اليوم نبدي نثقف نعوف المضى، نبدي نثقف للنصوص الدستورية بشكل صحيح أمام المجتمع، يا بأنتوا العراقيين جميعكم لكم حقوق وتساوي. العراقيين هم شوي يبدون يغيرون. نسمع بهاي المواد ونسمع بالقانون اللي كفله أن الدستور العراقي، بس نجي على أرض الواقع ما مطبق 100%. ما مطبق لأن السلطة أو الكتل السياسية المتحكمة في مقدرات البلد هي ما مطبقته، هي رافضته. ليش هسه ما مطبقته؟ ليش رافضته؟ مصالحهم ينظروا أن هذا يتعارض مع مصالحهم. بعدين هي إحنا حتى لو قلنا فرص العمل والوظائف بالتساوي بين جميع العراقيين، أيضا هو العراق كبلد ما يستوعب كل العراقيين موظفين ولا كل الخريجين موظفين. إحنا لازم شو نسوي؟ لازم الحكومة تسعى إلى البدائل لتوفيرها. يعني مثلا المهندس لو يلقى القطاع الخاص ما يروح على القطاع العام، ما يريد الوظيفة. صح. اليوم هسه مثلا المحامي قطاع خاص ومو قطاع عام، قطاع خاص وإلى قانون خاص. تمام. اليوم المحامي لاقي فرصة عمل مخلي الحكومة مستغنية عنه، ما يحتاج وظيفته، مخفف العبء عن الحكومة أو عن الدولة بشكل عام. الحكومة بشكل خاص احنا الدولة كدولة ومؤسسات. الدولة اليوم خاف عليها عبء كثير من الشباب المحامين، صاروا محامين لقوا فرصة عمل. ليش؟ لأن هذا مجالهم بمجال للعمل. أما إذا هو مهندس وماكو قطاع خاص، أو هو خريج إدارة واقتصاد، أو هو خريج آداب، ماكو فرصة عمل ولا أكو سوق اقتصادي وممكن هو يوفر بعض الأموال أو يستقرضها أو يروح لأحد يلجأ يوفر له مبلغ بسيط حتى يقدر يوفر فرصة عمل. السوق ماكو باقتصاد، ممكن على أي لحظة من اللحظات ينهار المشروع اللي بناه ويتحمل خسائر، وإذا بيمر بأزمة نفسية وبحالة اجتماعية. صح. حتى تعكس هاي الحالة الاجتماعية لبعض الرجال في العمل. العمل إلى دور، إلى دور مهم على الأسرة وأيضا على تعامله مع المرأة وأيضا تعامله مع أهله. هاي حقيقة فعلا. أستاذ أني أشكرك وأشكر وجودك ويانا، وشكرا على المعلومات اللي قدمتها لنا، وممتنة لوجودك ويانا. شكرا لك، نورتنا أستاذ، حياك الله. أكيد مشاهدينا إحنا مستمرين وياكم بباقي مواضيع حلقتنا لهذا اليوم. راح ننتقل للموضوع الرئيسي الآخر اللي يتحدث عن المواهب الشبابية تبشر بمستقبل مشرق في الأعمال الفنية. ذكرنا إحنا ببداية طرحنا لمواضيع حلقتنا لهذا اليوم إنه اليوم إحنا عندنا جيل شبابي قدر إنه يرتقي بالواقع الفني وخاصة الدراما العراقية. فاليوم إحنا عندنا نموذج من هؤلاء الشباب راح نستقبله ونحكي أكثر عن تفاصيل دخوله لهذا المجال. أرحب بوسام التميمي ممثل، يسعد مساك وحياك الله بمورنينج لايف. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، نورت، حياك الله. الله يسلمك، تفضل.
أخذ راحتك حتى نبدي نحكي بموضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي تحدث عن المواهب الشبابية. اليوم بصورة عامة الممثلين الشباب اليوم قدروا أنهم ما يأخذون هاي الفرصة الكاملة حتى أنهم يقدرون يثبتون وجودهم؟ نعم، بهاي الفترات رمضان السابق اللي انتهت الموسم الرمضاني هواي أخذوا فرص، يعني هواي جيل شبابي طلع أخذوا مساحتهم بأدوار رئيسية أدوار ثانوية، الكثير حصل فرص، يعني حصلوا فرص فقط لأنه هم موهوبين لو حصلوا فرص لأنه هم عندهم فولورز على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله هي بصراحة النقطة الثانية نريد احنا نحكي بهذا الموضوع اليوم بمنتهى الصراحة. نعم. باعتبار اليوم انه احنا دا نحكي او دا نوصل رسالة حتى انه احنا مقبلين على موسم اعمال. صحيح. حتى اليوم اذا عندنا شباب تكون انه اكو تسليط ضوء عليهم، فخلينا نحكي بهذه القضية. والله هو هسه حاليا يعني اللي اكثر اللي عنده متابعين بالانستغرام اللي عنده متابعين بالتيك توك اكثر شيء يحصلون الادوار الرئيسية، ادوار الثانوية تجي لطلاب المعاهد طلاب الكليات اللي عندهم اكثر حرفية بهذا المجال، ما تجيهم مثل اللي متابعين اكثر بالانستغرام، يعني مثل رمضان السابق هواي طلعوا ما لهم علاقه بالتمثيل، هواي شفنا اسماء عندهم متابعين مليونين وثلاثه بدون ذكر اسماء، يعني هواي طلعوا ما لهم علاقه بالتمثيل وتمثيلهم كان كلش بارد، مو مثل اللي مواهب اكثر اللي هم الخريجين اللي هم متدربين اكثر، يعني هم مو خريجين بس متدربين. نعم نعم، يعني اليوم اللي عنده فولورز يعني الفولورز صارت أهم من إنه واحد يكون عنده موهبة ويكون أكاديمي، أهم من الشهادة وأهم من الموهبة. زين، حاليا أهم. زين، إحنا مو نعرف حاليا أكو نظام الكاستينج هو اللي يحدد الأدوار ويحدد قبول الشخصيات أو لا، هذا ما حقق المساواة اليوم بين الموهبة وبين اللي عنده فولورز، باعتبار إنه اليوم الكاستينج هو حد فاصل انه يحدد الشخص اللي هو جدير بهذا الدور. لا، ما له علاقة، الكاستينج يسوونه للأدوار الثانوية، يعني اللي عنده فولورز هم يجزون عليه، يعني يروح عادي بدون اي كاستنج بدون اي شيء، هو بدون اي شيء لان هو راح يصعد لهم مسلسل هيك يعتقدون انه اذا جابوه راح ينشر لهم راح يصعدون، وهذا الشيء مو صحيح. زين، انت اليوم شنو تخصصك بهذا المجال؟ انا فنون شعبيه جسد تعبيري، يعني اكثر تخصص بالمسرح، اشتغلنا مسلسلات ما اخذنا الفرصه اللي هي الصحيحه مثل اللي عندهم متابعين وهاي الاشياء، فبقينا بالمسرح لأن المسرح أكثر يعطينا المساحة. يعطيكم المساحة باعتبار أنه المسرح اليوم يريد شخص أكاديمي، شخص أكاديمي محترف، باعتبار أنه هو أنا أعتبر اليوم الممثل المسرحي أنه هو بصراحة يحتاج إلى دراسة أكاديمية بالإضافة إلى تدريبات مستمرة، فمو صحيح. أي شخص يقدر يؤدي هاي الأدوار. نعم صح، وبالإضافة إلى شغلنا أنه هو يعتمد فقط على الجسد، يعني شغلنا لازم بتمارين ببروفات تطول أكثر من 5 أشهر يلا نقدم عرض. زين، اليوم التمثيل كان بالنسبة لك حلم، حلم طفولة، موهبة بلشت بها يلا أنه أنت تدخل حتى أنه تكفيها وتسقلها بالدراسة الأكاديمية؟ لا والله صراحة هي صارت صدفة، دخول المسرح صار صدفة، يعني عن طريق أصدقاء وكذا ودخلته، تقريبا دخلته من سنة 2020 ببروفات وباختبارات وبعدين يلا صعدنا لهذا المستوى. حلو، يعني أنه أنت يعني ما كنت مفكر وما كان طموحك؟ ما كان ببالي أصلا، بس صارت صدفة إنه علاقات وكذا ونروح ونحضر بروفات ونحضر عروض مسرحية فصار الواهس. يعني أكو حب للموضوع باعتبارك اليوم أكيد. إنه أنت من رحت هاي البروفات وغيرها، يعني أكو حب لهذا الموضوع، أكو شغف حتى. ولو ماكو حب ما نقدر ننجح وما نقدر نروح أصلاً. فهو من الحب ومن الحضور الأكثر فصار عندنا تمسك بالمسرح. تمام، زين خلينا نحكي هسه بموضوع إنه اليوم الفن والتمثيل بصورة عامة اليوم سواء إذا كان دراما أو مسرح. نعم. اليوم تشوفه أنه هو يجي بالفطرة لأنه لا ممكن أي شخص يدخل يدرس يكون أكاديمي يعزز ثقافته ويقدر يدخل لهذا المجال؟ مو شرط، ممكن مو هي الدراسة ما راح تنجحه، الدراسة مجرد تسقل موهبتي، فإذا يكون هو ما عنده فكر عن الموضوع حتى إذا يدرس راح يأخذ الشهادة وما راح يقدم شيء. اكو مواهب دا يقدمون اكثر من الدارسين، دا ينجحون اكثر من المجتهدين بهذا الموضوع، فالدراسه مجرد تسقل. نعم. مجرد تثقف ومجرد تعلم انه هاي الاشياء شنو. نقدر نقول انه شخص اذا كانت عنده موهبه وسقلها بالدراسه الاكاديميه راح يبدع. طبعا راح يبدع اكيد. بالضبط. زين اليوم بصوره عامه انه كل شخص من يريد يدخل لي مجال مثل مجال التمثيل مجال المسرح يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تشجيع وتحديدا المحيط الأسري، فاحكي لنا اليوم منو كان أول الداعمين لك حتى أن تدخل بهذا المجال؟ أكيد هي أمي،
كانت اول الداعمين انه تقول لي روح اتمرن، روح خليك وياهم ما اعرف شنو، فصار لي واهس بالموضوع. نعم. انه من اتمرن 5 اشهر ما امل، يعني هي تدعمني انه روح ضيع وقت تونس كذا هاي الامور. فظلينا ناخذ بروفات مستمره، هي تدعمني بالاشياء الايجابيه انه دائما تقول لي استمر بهذا الموضوع. هي من المشجعين والداعمين. نعم اكيد هي الاساسي. زين اليوم من الاهل يكونون داعمين ومشجعين وانه انت حاب هذا الموضوع راح تقدر انه انت تنجح وتبدع. اكيد اليوم من اكو تشجيع بهذا المجال لابد انه اكو بالعائله احد الافراد انه من انت من عائله فنيه، اكو افراد من عائلتك هم لهم توجه بهذا المجال. طبعا هو اكيد اذا يكون اكو شخص من العائله بالفن اكيد الابناء راح يتطورون بهذه الاشياء بالضبط. فاكو بهم لا، يعني انا ما حد من اهلي له علاقه بالفن نهائيا. يعني انت مختلف عن انا الوحيد اللي طلعت بهذا الموضوع. زين ابرز الاعمال اللي قدمتها على صعيد الدراما وعلى صعيد المسرح خلينا نحكي بصراحه. ابرز الاعمال هي عرض طلقه الرحمه للمخرج محمد مؤيد واخذت جائزه افضل عمل جماعي على روسيا والجزائر، ومقامات الحب والسلام للمخرج ضياء الدين سامي. فهم عمل كان متكامل تقريبا متكونين من 80 عنصر من ضمننا 25 بنت والباقين شباب. فهو كل عمل اقدمه هو يكون الابرز بالنسبه لي، اذا انجح بي نجحت واذا ما نجحت فهو انطاني درس وعلمني من اخطائي. حلو. نعم نعم. انت بما انه احنا اليوم كنا قبل شوي كنا نحكي بين على المساواه بين الرجل والمراه. نعم. انت شوف منو اكثر ما اخذ فرص اليوم، البنت لو شاب بهذا المجال؟ والله هي حسب الكفاءه، يعني ما يتحكم هذا انه ما له علاقه المفروض انه عنصر نسوي او انه بنت. خلينا نحكي على الاثنين، على الدراما وعلى المسرح. هو ما له علاقه، يعني هو اكيد العنصر النسوي عندنا بالوسط الفني شويه يعني قليل. يعني اذا تدرس معهد فنون تتخرج تروح معلمه فنيه. فعندنا محدود. بس بالعكس انه عندنا الممثل المسرح ياخذ فرصته ما له علاقه لان هي هم يكملون بعض، بالعمل المسرحي يكملون بعض، بالدراما يكملون بعض. زين بصوره عامه شو من الاشياء اللي يحتاجها اليوم الفنان حتى انه يكون فنان وممثل ناجح؟ اكيد هو ضروري الدعم المعنوي. العناصر اللي لازم تكون هي متوفره به حتى انه يقدر ينجح، وشو من الاشياء اللي يحتاجها حتى انه يقدر ينجح؟ هو اللي يحتاجه الدعم المادي بصوره عامه، اللي يحتاجه حتى يستمر بهذا المجال هو الدعم المادي. اما بالنسبه له هو شخص فلازم يحتاج الصبر، يحتاج يستمر بهذا المجال، يعني حتى اذا اكو عرقلات راح تواجهه بطريقه فلازم يستمر. نعم هاي الاشياء اللي هو يحتاجها شنو الاشياء اللي لازم تتوفر بيه؟ هي لازم تتوفر بيه انه يكون طموح، انه يحب المهنه اللي يقدمها ما يمل منها نهائيا. تمام. ممكن يستمر تمرين شهرين بروفات شهرين وبعدين ممكن يستبعدون من العمل، هذا شيء طبيعي. فهنا لازم ما ينكسر، لازم يبقى مستمر. فقط الاستمراريه وهذا الشغف وهذا الحب اللي يخليه هو يستمر، لانه لازم انه هو يواكب يطور موهبته. لازم اكيد يبقى انه هو مواكب كل الاحداث، لان احنا كنا نعرف انه بعض الفنانين والممثلين المسرحيين بقوا على نفس الاداء او انه هم مثلوا دور بمسرحيه وبقى طول عمره متقمص هذا الدور وهذا الكاركتر، لانه لازم يدخل ورش لازم يدخل عده ورش لاساتذه، يدخل ورشه وياهم يتعلم منهم، دائما يظل مستمر يتعلم، يقرا هوايه، يحضر عروض هواية، يشاهد أفلام عربية أجنبية هواية حتى يقدر يطور نفسه. زين أنت اليوم من الناس شنو وجهة نظرك على الأشخاص اللي هم نجحوا بكاركتر معين وظل هو مستمر متعايش بهذا الكاركتر؟ لأنه راح يكون عنده خوف، اعتبر أنه هذا الشيء نجحه فراح تبقون الناس وجمهور حابين هذا الكاركتر. لا هو مو احتمال لأنه هو نجح، بس راح يبقى عنده خوف أنه يتحول على غير كاركتر ويفشل، فراح يبقى مستمر بهذا الموضوع. الفنان لازم اليوم تكون عنده شجاعة ومجازفة حتى طبعا أكيد إذا ما يجازف ما راح ينجح، راح يبقى بنفس المكان، هو راح يستمر 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 بس يبقى بنفس المكان ما يتقدم خطوة. فلازم يجازف إنه أوكي اليوم نجح بموضوع، يفشل بموضوع ماكو عادي، يرجع يشتغل ثاني شيء، يقدم شيء ينجح أكيد. شنو المواقف اللي مرت بها اللي قدرت إنه هي تطور من عندك وتعلمك؟ والله هواي مواقف بالأخص المسرح، إنه قلت لك بالبدايه انه نتمرن وبعدين يتم الاستبعاد. فهاي اكثر شيء تضوجنا انه تخلينا بالعمل الثاني نكسر ذاك الشيء، شلون طلعونا من ناني؟ لا نجي بالعمل الثاني نقوي نفسنا. تدعون بالعمل الثاني؟ طبعا اكيد، حتى نشوف انه احنا نقدر، بس المكان اللي كنا بيه غلط. فمن نغير المكان اكيد راح ننجح. كل شخص اليوم بينا عنده عراب اللي هو. نعم. اللي وصله، اللي هو اللي علمه، اللي انطاه الاساسيات. اليوم منو عراب وسام التميمي؟
هو أنا أول ما بديت بالوسط الفني هي الفرقة الوطنية في الفنون الشعبية. من عندها لا تطورت أساسياتي، هو لأن هم أكاديميين شغلهم محترف، فمن عندهم تطورت أساسياتي. استمرت وياهم فترة طويلة، بعدين طلعت منهم أبدعت بغير مجالات، نفس التخصص بس بغير فرق، بغير مع غير مخرجين. زين، شنو علاقتك بالسوشيال ميديا اليوم؟ مو كلش قوية. شو السبب؟ أنت المفروض كفنان يكون على تماس مباشر ويا. أظل أتابع الأعمال، أتابع المنشورات الفنية وما أعرف شنو، بس ما أحب إنه أطش عن طريق السوشيال ميديا. إنه أنا أريد أكون نجم بالمسرح، نجم بالتلفزيون. اليوم الشهرة بالتواصل الاجتماعي بسيطة جدا، يعني ممكن أي ريلز نص ساعة أو دقيقتين أو يطشش الواحد، بس إن أنا راح نصعد ننزل بسرعة. أما بالمسرح بالتلفزيون لا، راح نكون نجوم على بعد طويل. زين، راح أختلف وياك بنقطة. نعم، اليوم أنت قلت إنه اليوم الفنان يقدر إنه ينشهر بمقطع، بمقطع بسيط كل سهولة، بس كل ينزل سهولة بسرعة طبعاً. بينما إذا انشهر كتلفزيون أو كمسرح بشيء حلو ونظيف راح يبقى، راح يبقى اسمه. زين، اليوم خلينا نكون واقعيين، إحنا نحكي بواقع. نعم، اليوم أكثر الناس وين تشاهد الأعمال أكيد كل الأعمال اليوم والأحداث وكل ما يخص الفن والفنانين وين تشوف الناس؟ بالسوشيال ميديا. إذا السوشيال ميديا مهمة. هو مهم، هو مهم، لأن ما حد عنده مجال يشاهد بالتلفزيون، عنده شغل أو عنده كذا. اللي يبني اسمه بطريقة صحيحة وبأساس رصين، نعم، راح تبقى له ديمومة بالسوشيال ميديا 100%. إذن هي السوشيال ميديا مهمة، بس مو مهم إنه أنزل أشياء بسيطة أو أشياء مع احترام المشاهد تافه في سبيل حتى أصعد بسرعة. بغض النظر عن الصعود، أنت كفنان المفروض تكون موجود بالسوشيال ميديا باعتبار، نعم، إنه اليوم إحنا خلينا نحكي واقع، المسرح وتحديدا العروض اللي تتقدم اللي تقدموها انتم عن طريق الجسد، نعم، لها ناس اللي تشوفها واللي تحضرها النخبويه. اكيد صح، اكيد. فانا اليوم حتى اوصل هاي الاعمال لكل العالم انزلها للسوشيال ميديا. بالضبط. نعم. اذا اليوم انا اقدر انه انا اوصل اعمالي عن طريق السوشيال ميديا، اعتبرها انه هي وسيله حتى انه اليوم انا اعرف وسيلة الناس لانتشاري. واثقف الناس على المسرح، باعتبار انه اليوم احنا اليوم كشباب هدفنا انه احنا اليوم نعيد الحياه للمسرح العراقي، باعتبار انه احنا كنا ماخذين نظره، نعم، انه المسرح فقط الى النخبه، جمهور النخبوي، بينما احنا كنا نقدر انه احنا نروح للمسرح ونطلع على هاي الاعمال. فحلو اليوم من انه احنا كشباب اليوم انه احنا نثقف هذا الجيل الشبابي الحالي، نعم، انه باهميه المسرح واهميه طبعاً تواجدهم بالمسرح العراقي. كلش ضروري يتواجدون بالمسرح، كلش راح يتعلمون منه هواي اشياء، حتى اذا هم ما لهم علاقه بالوسط الفني او ما يشتغلون، من يتواجدون هواي راح يتعلمون اشياء حلوه. نعم، راح يتثقفون ثقافه مسرحيه كلش حلوه، راح يعشقون المسرح. يعني هسه احنا اللي نداول بالسنين القادمه انه المسرح فقط للدق والرقص وهاي الاشياء، هيك يفكرون انه المسرح الشعبي المعرض، المسرح التجاري صحيح، المسرح التجاري. نعم، بعض المسرحيات التجاريه هي اللي اساءت للمسرح العراقي. فاحنا اليوم نقدر اليوم كشباب عن طريق السوشيال ميديا، باعتبار انه شريحه الشباب هي الاكثر مستخدمه، نعم، نقدر احنا اليوم شنو نزيد وعي الشباب ونثقف الشباب ونغير نظره الشباب أكيد للمسرح العراقي. طبعا كلش اكيد، المسرح العراقي كلش حلو ومن اهم المسارح بالدول العالم. بالضبط، واصعب المسارح هي المسرح العراقي. بالضبط، المسرح صعب، ومن ناحيه انه احنا عندنا قامات فنيه كبيره بالمسرح، كبيره طلعت من المسرح. نعم، زين، ما نحن ذكرنا القامات الفنيه اللي هي موجوده بالمسرح العراقي، تشوف انه ما انطى فرصه للشاب العراقي حتى يثبت نفسه بالمسرح؟ لا بالعكس، انطى، بالعكس بالمسرح ينطون فرصه، لان المسرح يحتاج الى عناصر كبيره حتى يقدم عرض به. زين، فعندنا هواي قامات فنيه تدعم الطاقات الشبابيه. نعم، يعني تنطيهم الفسحه حتى يقدرون انهم تنطيهم، يعني من اشتغلنا عمل ويا محمد مؤيد انطى فرصه لعدد كبير من الشباب، من اشتغلنا عمل ويا المخرج ضياء الدين سامي انطى اكثر من 70 شاب وبنت، فهاي اكثر مهرجان صار به 70 شاب، اي مسرح عراقي ما صاير به هذا العدد. نعم، فاكو فرص بالمسرح. زين، اليوم شنو الاعمال الجديده اللي تحضر لها، باعتبار انت ذكرت كل مسرحيه يراد لها فتره اعداد وفتره طبعاً تمرين؟ عندكم عمل جديد تقدموه حاليا تشتغلون عليه؟ ان شاء الله هو بعد 3 ايام نعرض مهرجان يوم بغداد اللي هو برعاية رئيس الوزراء، فراح يكون بالمتنبي، فراح يكون أهم حدث عراقي راح يكون بهاي الفترة.
فبعد هذا العمل هم اكو مهرجان ثاني راح يكون على المسرح الوطني باخراج ضياء الدين سامي، بس ما اقدر احكي عنه لان بعد ما اشوف الحقوق. اللي بعد 3 ايام اللي راح تقدمون العرض، ايش قد فتره الاعداد كانت لهذا العرض؟ كانت تقريبا شهر. زين، بس احنا كمؤدين جسد كنا نتمرن شهر. زين، اكو ممثلين كانوا يصورون بغير مكان سينما، لان هو العمل راح يكون سينمائي مسرحي مع نجوم جواد الشكرتشي، رفلي النشمي وغيرهم. نعم، فصارنا شهر نتمرن به. بعد 3 ايام ان شاء الله راح يكون العرض، اللي هو راح يكون عرض خاص يعني مو لجمهور عام. زين. نعم، موضوع الاعداد صاركم شهر، انه الموضوع هو بشكل يومي متواصل؟ نعم، بشكل يومي، بشكل يومي. البروبات تتجاوز اكثر من 5 ساعات البروبات اكيد بشكل يومي، لان نعم. هو هذا ابسط عمل يتقدم بشهر، احنا كل اعمالنا 3 اشهر. زين، هاي ال 3 اشهر وال 5 اشهر بشكل يومي من بعدها يتمون استبعاد الممثل، ما راح تاثر على نفسيته وتاثر على موضوع انه اني بعد ما اقدر استمر لانه اني بدا اتعب وبدا اشوف تثمين لهذا الجهد؟ لا، هو اكو بيهم شهر يستمر شهرين بعد ما يقدر، يعني طاقه الماديه ما تتحمل، طاقه الجسديه ممكن ما تتحمل، فيحاول يروح يشوف غير عمل انه يكون بمنفعه ماليه. الاستبعاد يكون من المخرج اذا كان عدم الالتزام من الشاب انه ما يجي على الوقت او ما يحضر التمارين كلها، ما يستبعد المخرج غير هذا السبب. نعم. زين، شنو ابرز الشهادات التكريميه والجوائز اللي حصلتها خلال هاي مسيرتك من 2020؟ والله هي عده شهايد، يعني بالاخص بالمهرجانات الرسم الكاريكاتير، واهم شهاده كانت تكريم مال عرض طلقه الرحمه لمحمد مؤيد، وعده شهادات هواي يعني ما اتذكرها. نعم. زين، هاي الشهادات والتكريم كانت فقط محليه؟ فقط هي بدولة العراق اشتغلني. إن شاء الله عندنا هو عمل همي أنا عربي راح يكون بسلطنة عمان عن قريب. يعني يكون عمل مشترك لو فقط عراقي؟ لا، إحنا من نطلع عمل عراقي بالدول الخارج، أما هنا يكون عمل عراقي أكيد. أكيد، باعتبار أنه موضوع محلي. المخرج عراقي، الموسيقى عراقية اللي نشتغل بيها، فأكيد راح يكون عمل عراقي. زين، الممثل اليوم من ديروح وتمارين لمدة 3 أشهر وخمسة أشهر يحتاج إلى مصاريف نقل، يحتاج إلى هواية أمور. اليوم أنتوا كشباب وكل وقتكم للمسرح، شلون تقدرون إنه أنتوا توازنون الأمور بين الموضوع؟ نحاول نضغط على نفسنا، لأن إحنا الأجور تكون بعد انتهاء العمل، بعد تقديم العرض، فهنا لازم كل واحد يعتمد على نفسه حتى يستمر بهاي التمارين 3 أشهر لـ4 أشهر، يعتمد على نفسه. والأجور تكون هي كافية منطي حق هذا التعب؟ بالمسرح ما تكون كافية، إحنا ننطي أكثر، يعني المصاريف النقل، المصاريف الطعام، هاي الاشياء نعطي اكثر من الناخذه، بس نكون مستمتعين باللي راح نقدمه. نعم، فلهذا السبب نكون نحب هذا الشيء. وسام، اني اتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. يا رب التوفيق لاعمالك الجايه، ونشوفك ان شاء الله نجم عربي مو فقط محلي. استمتعت وياك جدا، اتمنى لك يا رب نهار شكرا سعيد جزيلاً. وربي يوفقك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا لك. حياك الله، نورتنا. اكيد مشاهدينا احنا مستمرين وياكم بباقي مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، راح ننتقل لفقره اهم احداث السوشيال ميديا اللي تتضمن الاحداث العالميه والعربيه والمحليه، راح تكون ويا زميله نور الجميلي. يسعد مساك نور، حياك الله، اهلا وسهلا بيك بمورنينج لايف، نورتينا. اهلا بيك، شلونك؟ يا رب بخير. اليوم احنا اكيد احنا كل خميس ننتظر هاي الفقره حتى يكون بها الحصاد الاسبوعي لكل الاخبار اللي هي والاحداث اللي على صعيد الساحه العراقيه والعربيه والعالميه. اكيد نور، راح اترك الهواء لك. اهلا وسهلا بك. تفضلي. اهلا وسهلا بك شيماء. اولا الخبر الاول، اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما مليون دولار مزيفه في محافظه بابل. يعني اليوم هذا قضية الأموال المزيفة بصراحة هواي من الناس يوقعون فخ هذا الموضوع. الحلو بالموضوع إن إحنا اليوم عندنا عقوبات رادعة لهيج تهم وهيج قضايا، فإحنا اللي نتمنى اليوم من أي شخص يسمع بهاي الأخبار وهو دا يتداول هاي العملات إنه يتعظ، باعتبار إنه الموضوع جدا خطر، باعتبار إنه اليوم إحنا عندنا قانون رادع دا يحاسب ودا يجرم هاي القضايا بأشد العقوبات وتصل بحبس لسنوات جدا طويلة. فاليوم هذا الموضوع تحديدا موضوع منتشر للأسف صورة كلش كبيرة، بس الحلو احنا والايجابي دا نشوف دا يتم اعتقال الناس اللي هم دا يتداولون هاي العملات. اي الموضوع المزيفة. يعني دا يحاولون يسيطرون عليه باكبر صورة. الخبر الثاني، العثور على اكبر ثمرة بطاطا في مزرعة باربيل باقليم كردستان العراق. العم اسكندر مزارع من اربيل يعثر على بطاطا في مزرعته وزنها 2 كيلو. مثل ما تشوفين حجمها يعني
بالضبط. احنا شوفي انا احب هاي النوعيه من الاخبار، لانه دا نشوف انه المزارعين بداوا انه هم يهتمون بهاي المواضيع، واكو حتى تشوفين التنوع اللي صار عندنا احنا اللي دا نشوفه حاليا بالوان الخضار، بتطعيم الخضار وهاي اشياء. مرات اشوفه اكو تفاح، بس هو مو هنا بالعراق، تفاح مثلا لونه على سمائي بالضبط، اكو الوان يعني غريبه عجيبه، بداوا يتلعبون بهاي الامور. واحنا اذا نشوفها حاليا وتحديدا بكردستان العراق نشوف انه هاي الامور موجوده، وايضا اكو حتى دخلوا موسوعات جينيس للارقام القياسيه باكبر حبه بطاطا، باكبر هواي شاده يهتمون بها وخليهم يهتمون بالزراعه. بالضبط، هاي الامور احنا حلو نشوفها، نعتبرها من الغرائب اللي تنتشر حاليا بمواقع التواصل الاجتماعي. كل ما يهتمون بها اكثر كل ما هم اللي اكيد راح يستفادون. الخبر الثالث، اعتقال رجل بعمر 67 عاما في البياع ابتز فتاه بنشر صورها ومقاطع فيديو خاصه بها. ايش قد عمرها؟ 67. يعني احنا ما نعتب على الشباب، نعتب هسه على الكبار. يعني والله انا ايش باقي بيك؟ بس اكو قضيه يعني مهمه، يعني انت بهذا العمر المفروض انت تكون هنا الاب المربي. بصراحه احنا يعني اليوم نحزن من نشوف هيش نوعيه من الاخبار، انه هذا العمر. قضيه الابتزاز بصوره عامه هي قضيه انا اعتبرها هي عدم رجوله بصراحه من الشخص اللي هو ده يبتز بنيه. اليوم احنا نشوف جهاز الامن الوطني وبصوره عامه القضاء العراقي اليوم يجرم هاي بطريقه رادعه بصراحه، نشوف انه اكو توصل لسنين الحبس. فاليوم احنا نشوف من نشوف هاي الاخبار ونشوف انه يتم القبض على هيك نوعيه من الشباب، هذا اليوم يكون رادع لباقي اقرانه، حتى انه هو اليوم ما يتلاعب بشرف بنت. يعني اليوم انت من تبتز بنيه، انه اليوم هذا موضوع، هذا شرف عالم، هذا عرض عالم، اليوم انت تؤدي عائله كامله. والمصيبه انه هو مو صغير 67 سنه، هذا حاله استثنائيه، هذا المفروض مو يعني حتى لو انحبس بعد سنتين المفروض انه ورا هاي السنتين يعني شنو؟ ما اعرف يعني الموضوع شلون اقول لك بصراحه، يعني حتى الكلمات ضاعت مني، لانه الموضوع جدا صعب من نشوف رجل مسن بهذا العمر يبتز بنيه صغيره بنشر صورها. كارثة هاي بصراحة. أكيد كلش يعني. يعني أنا أتمنى هذا يكون إلى عقوبة رادعة، حتى يكون هو عبرة لمن اعتبر. عبرة للكل. بالضبط. الصغار والكبار. بالضبط. وأنا حالياً اللي دا أشوفه إنه اليوم القانون العراقي قانون صارم، ودا نشوف إنه دين صفة بصراحة. يعني بهذا الموضوع، موضوع قضايا الابتزاز وهذا القانون مسيطرين العراقي عليه، يعني كل الشكر والحب والامتنان. أكيد كل الشكر. لعدالة القانون العراقي. أكيد. الخبر الرابع، بالفيديو دب يتجول في شوارع قرية بابكي في شمال العراق، خلينا نشوف الفيديو. احلى شيء انه واحد يطلع يلقى ويا دب، احنا نشوف بزونه ممكن نشوف هيك كلب صغير وين بالشارع، لا الجماعه دي يشوفون دب، اذا شفتي دب شو تسوي؟ انا خليني اشوف بالاول. خليني اشوف. تخيلي ان هم يفترون بالشارع اللي قواعدهم دب يفتر طبيعي. يعني تحديدا بهاي القرى اللي تكون بها جبال، تكون بها كهوف، اكو نوعيه يعني من الحيوانات تكون منتشره، المفروض هنا الحيوانات تكون لهم محميات خاصه حتى ما تكون انه هي مؤذيه للاخرين، وحتى بنفس الوقت حقيقيه ما تتاذى. يعني باعتبار اليوم اذا احد شاف دب بشارع اكيد راح يستعملون السلاح وراح ياذونه، راح ياذوه. فاحنا اليوم اللي نتمناه احتمال هم يهجم عليهم. بالضبط، حتى لا تكون موضوع اذى للطرفين، انه يكون اكو محميات خاصه بهاي النوعيه من الحيوانات، حتى اليوم انه احنا نقدر نحافظ على سلامتنا ونحافظ على سلامته هو ايضا، باعتبار انه هو كائن حي لطيف. انا اعتبرت الدب وتحبيه؟ حابة الدب كلش لهالدرجة؟ احبه بالفلام كارتون، بس بالحقيقة من الحقيقة بعد ايش ما جربتي؟ روحي هناك تلقيه ان شاء الله يفتح. ان شاء الله. الخبر الخامس، لليوم الثالث على التوالي اختناقات مرورية شديدة جدا تضرب العاصمة بغداد. ازدحامات كارثة. ازدحامات كارثة، باعتبار احنا اليوم من نحكي على موضوع الازدحامات، احنا كنا نعرف اكو طرق قيد الانشاء، اكو عمار دا يصير بالطرق. بس هسه كل المناطق. بالضبط، اكو عمار دا يصير بالطرق، اكو شوارع دا يتم تبليطها من جديد، فهذا الموضوع اليوم انه احنا من دا يتم انه هذا الاعمار مثلا بمنطقة واحدة انه دا يشتغلون بالكامل،
فاليوم احنا عكس، احنا المفروض اللي يصير شنو؟ انه انا دا اعمر هذا الجسر، اعوف دلاين للمارة، او انه انا ما اقطع طريق او ما اسد طريق. اليوم انا اتامل بالسنة الجاية ويا الجسور اللي تم انشائها راح يخف عندنا الازدحام بنسبة كبيرة. احنا لا ننسى مو فقط انه الاختناقات هذا تصير بسبب الجسور وبسبب الطرق وغيرها وبسبب القطوعات، لا، اكو قضية همينة لازم انه احنا ناخذها بعين الاعتبار. اليوم احنا الكثافة السكانية ببغداد ارتفعت بنسبة كبيرة جدا فوق استيعاب العاصمة، هاي وحدة. السيارات اليوم احنا نشوف كل عائلة عندها سيارة وسيارتين وثلاثة، اليوم احنا ما عندنا هاي الباصات الكبيرة، ما عندنا هذا المترو اللي هو حتى يخفف لنا هذا الزحام. الشارع مدى يستوعب الاعداد والسيارات، ناهيك عن السيارات القديمة، احنا لو يتفعل عندنا بصورة ملموسة نظام التسقيط السيارات القديمة راح نشوف انه ايضا راح يخف هذا الزخم على الشارع. فهواية اكو من الامور اللي احنا نحتاجها اليوم حتى احنا ننعم بشارع سلس سالك حتى احنا نقدر اليوم نخلص من هاي الاختناقات. سوى احنا تفاجئنا انه بهالاسبوع بالذات، حتى احنا الدوام موجود من زمان يعني صار له شهر شهرين، بس هالاسبوع بالذات الازدحامات كارثة يعني بصراحة، حتى الواحد ما يقدر انه هو يوصل لمشواره بالوقت المحدد. صح. خبر السادس، وزارة العمل إعفاء الطلبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من الإجور الدراسية. هاي أهم خطوة فرحتني إنه قدموا لهم شيء. بالضبط، لأن اليوم هاي الشريحة هي محتاجة لرعاية الدولة وأن تكون بكلفة الدولة العراقية، فهاي من الأمور جدا إيجابية أنا أشوفها إنه اليوم يتم منحهم استثناءات من إجور وهيك حتى اليوم، لأنه اليوم باعتبار هاي الشريحة هي الشريحة اللي هي بصراحة انظلمت إنه هي ما تعيش حياة طبيعية. مثل بالدول الخارجية هم رقم واحد بالاهتمام. طبعاً بكل شيء. كل شيء. احنا اليوم بدنا نشوف انه ايضا الحكومه العراقيه توفر لهم امور من ناحيه راتب الرعايه الاجتماعيه. أكيد. من ناحيه هذا الخبر، هذا الخبر الحلو والمفرح اليوم من نشوف انه اكو تركيز على هاي الشريحه، فهم الاخبار الايجابيه، واحنا نتامل انه تكون بعد لهم استثناءات ومميزات اكثر باعتبارهم انه اليوم أكيد. هم انا اقول هاي الشريحه اللي هي محتاجه دعم، الشريحه الاهم. اكيد. الخبر السابع، مقتل طالب مدرسة بعمر 15 عاماً بعد تلقيه عدة طعنات بسكين على يد مراهق بالعمر نفسه بسبب خلاف بينهم في البصرة. خلينا نشوف الفيديو. مثل ما شفتي انه عمره 15 سنة وطبعا صديقه عدة طعنات لحد ما متوفي. يعني شوفي خلي اقول لك قضيه، هاي قضايا الجرائم المنتشره وايه منتشره بالضبط اليوم، يعني يمكن سببها لانه بدها تنتهي انه عشائر وفلوس وادفع وانتهى الموضوع وكل واحد بمكانه. بغض النظر عن هذا الموضوع احنا لازم ما ننسى هاي القضيه انه احنا مجتمع تشتاحنا افه اسمها افه المخدرات. صح. اليوم اكو هواي من الشباب والمراهقين تحديدا ان هم كلهم مو بوعيهم تحت تاثير المؤثرات العقليه، هم اللي هم سبب رئيسي انا اعتبرهم بالجريمه. ناهيك عن هواي امور انه اليوم سن المراهقه انا اعتبرها سن طيش، الشخص ما يتحكم بردات فعله، مو واعي انسان مو واعي. انا هنا اللي اتمنى يعني اليوم من العائله، يعني هذا المراهق هو ناشئ ببيئه، انا متاكده هاي البيئه الناشئ بها بيئه بها عنف وبها تعنيف، لذلك انه هي ولدت انه مجرم خطر بالشارع اليوم. تمام. فاليوم هذا الموضوع وهاي القضيه المفروض كل العوائل تنتبه لابنائها. اليوم أنا من دا أربي الطفل لازم النشأة تكون نشأة صحيحة، لازم يكون بيئة آمنة، بيئة أنه هي تعلمت وعي الثقافة على كل شيء صحيح ما يطلع لنا هذا النتاج اللي هو مجرم بعمره 15 سنة ارتكب جريمة قتل، هذا هنا راح ينحكم يا أما مؤبد يا أما راح ينعدم. فهنا الكارثة أنه هو خسر شبابه وخلى صديقه الشاب يفقد حياته. يفقد حياته. فإحنا اللي نتمنى اليوم أنه أكو قانون رادع يردع هاي الجرائم بغض النظر عن القانون المواضيع العشائرية، لكن القانون هو السيد الكل هو سيد الموقف، فأكيد راح بما أنه تم اعتقاله راح يأخذ نصيب وجزاء العادل. إن شاء الله يأخذ جزاء العادل بالدنيا وبالآخرة. أكيد. الخبر الثامن، محمد إمام والدي الزعيم هو فقط نمبر ون، وقال أن الزعيم عادل إمام هو فقط رقم واحد في تاريخ الفن لأنه حالة خاصة، وطمن جمهوره بأن والده يتمتع بصحة جيدة. أنت من محبين عادل إمام؟ يعني قامة فنية كبيرة الزعيم، ماكو واحد ما يحبه. بالضبط. يعني مسلسلات أفلامه مسرحياته بالضبط، يعني
مقامه مهمه. ايش قد ما تعيديها ما تملي ما تنمل. تعرفين شنو يعني حتى انه احزننا هذا الموضوع انه هو بعد راح يكون بعد ما غياب عن الشخص. احنا ننتظره كل رمضان بالضبط بعد الموسم. خبر التاسع، شاب كندي مشهور باسم XQC يخسر نحو 700,000 دولار بعد مراهنته على فوز هاريس. شاب خسر 700,000 دولار على مراهنة واحدة. فجاء متراهنتي وخسرتي؟ أبد، أنا ما أحب المراهنة. ما تحبي المراهنة؟ نهائية. مهما يكون حتى أبداً. لو أنتي متأكدة؟ أبداً. حتى ما تخسرين. بالضبط، لأن ما أحب أخسر شيء. إن شاء الله دائما ما تخسرين. شكرا لك. خبر العاشر، بعد فوز ترامب تصبح كاميلا هاريس ثاني امرأة أمريكية تهزم أمام ترامب بعد هيلاري كلينتون. ترامب مستمر. مستمر. رغم كل شيء. وبتمرده. رغم كل شيء. الخبر 11 والأخير، تسلا تقفز قفز سهم شركة تسلا التي تشغل منصب رئيسها التنفيذي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من 14.53% إلى 287.9 دولار بعد دعمه لترامب في الفوز بالرئاسة الأمريكية. طبعا ربح حوالي 5 مليارات لأنه ترامب فاز. بغض النظر عن كل شيء أنا من محبين تسلا بصراحة. تحبيه؟ جدتش الأخبار مثل ما تريديها. لهنا انتهت أخبارنا. شكرا لك ونورتينا واستمتعنا وياك بالأخبار. أكيد رح نلتقيك في الأسبوع القادم. أكيد مشاهدينا إحنا مستمرين وياكم بمواضيع حلقتنا لهذا اليوم. رح ننتقل لموضوعنا الرئيس الآخر ليتحدث عن الشعر الشعبي، أهمية الثقافة الأدبية لشعراء الشباب. اليوم إحنا حكينا أنه أهمية الثقافة اللي يتمتع بها الشاب الشاعر تحديدا هي اللي راح تقوي رصيده وأيضا أنه هي تخليه يبرز على الساحة الشعرية. أكيد راح ينضم إلي الشاعر الشعبي علي حسين. يسعد مساك بمورنينج لايف، حياك الله وأهلا وسهلا بك، نورتنا. أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله. يا رب تقضيها بصحة وعافية. أهلا وسهلا بك، تفضل أخذ راحتك حتى نبلش أنه إحنا نحكي بموضوع حلقتنا هذا اليوم، يتحدث عن الأهمية الأدبية والثقافية للشاعر الشعبي حتى أنه يقدر أنه هو يواكب، بالإضافة لهذا حتى أنه يقدر يثبت نفسه بالساحة الشعرية. ليش هواية من الناس تتهم الشاعر الشعبي أنه هو ما يمتلك أي خلفية ثقافية وأدبية بهذا المجال؟ شنو السبب؟ الصراحة يعني هسه احنا كفكرة نقدر نغالطها، انه هذه الفكرة انه ما نقدر نخليها بصورة عامة للشاعر الشعبي بصورة عامة. نقدر نقول بسبب القلة القليلة من الاشخاص اللي هم يعدون على الاصابع اللي روجوا لهذه الفكرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اليوم اللي اتاحت، يعني مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما لها ايجابيات بالتالي لها سلبيات، فأطت فرصة لهؤلاء القلة القليلة أنه يصدرون أنفسهم كشعراء شعبيين، وخلوا أنه الناس تأخذ هذه الفكرة عن الشاعر الشعبي. بس بالعكس، الشاعر الشعبي اليوم ما يقدر يكون شاعر شعبي إذا ما هو مثقف أدبيا. الشعر الشعبي اليوم حال حال كل الفنون الأدبية كالشعر الفصيح، النثر، الشعر الحر، غيرها من الفنون الأدبية. اليوم الشاعر لازم يكون مثقف بالأدب العربي القديم، بالشعر العربي، حتى نقدر نقول عليه شاعر شعبي. زين، اليوم خلي إحنا نعرف الناس والجمهور أكثر عليك، إنه أنت بأي سنة بلشت؟ إيش وقت بلشت وإيش وقت كانت البداية الفعلية والانطلاقة لك؟ أنا بلشت ككتابة فعلية، نقدر نقول كقصيدة حقيقية، بلشت سنة 2018-2019. بأي عمر؟ يعني أنا تقريباً مواليد 2002، عمر 16 سنة بلشت. 16-17 بلشت. لكن تأثري بالشعر بصورة عامة، أنا تأثري ما كان وجداني بالشعر، تأثرت بفترة داعش وبدأت تنتج قصائد لهذه المرحلة من التاريخ. بدأت تنتج قصائد، تأثرت بهذه القصائد وبديت أسمعها وتأثرت بالشعر وبديت أكتب. من أكثر شاعر أثر بك بهاي الفترة؟ الصراحة الشاعر محمد الأعاجيبي اللي هو كان متصدر بذاك الوقت، فسمعته وتأثرت به. يعني أكو تأثر كان اللي هو خلاك أنه أنت تكتب؟ إيه طبعا، يعني بدايتي كنت متأثر به، أنه ما أسمع بس محمد الأعاجيبي، حتى الإلقاء كنت متأثر به. حلو، زين خلينا هسا إحنا نسمع شيء حتى نكفي باقي الأسئلة. صار تقول
قصيدة تقول كذبت حتشي الخلق والظن وقف صوبك وميزات أشوف أنت شنت يا صاح بعيوبك ولو ملكنا بيسرتك شا سجلت لك أجر حتى على ذنوبك شا سجلت لك أجر حتى على ذنوبك إش ما أقول كل من درب أرجع أتذكر أنا شندل بس دروبك شقيت ثوب علي لمن عليك سألت قالوا لي مو ثوبك اتأملت بيك العوض ويا خيبة آمالي يا حبيبي هواي حبك غيراني كنت عاني هواي عاني أو كنت واحد يحسب الموت ثواني وإجا حبك شالني من النعي لحظة عن الأغاني واذكر أول ما عرفتك وبيها أول مرة نقعد عددت كل شي تحبه القاع من تمسها مطرة الشمس من تصير حمرة مضفر وكلمات شعره بقلب قلت لك خابواني ومن هد أول أحبك صرت باسمك مثل قانون المناهج أن عرف باسم اللي قاني. الله عليك عشت. الله تسلمي لي. شكرا لك. اليوم أهمية الإلقاء والحضور للشاعر هو اللي يخليه يثبت وجوده لأنه أهمية المفردات اللي يختارها بالكتابة. اليوم الشاعر لو هو شيء مكمل لشيء طبعا شيء مكمل لشيء وممكن يطل الإلقاء أكثر من ككلمات يعني أتذكر مفردة للراحل الشاعر عريان سيد خلف كان يقول أنا بالنسبة لي كان يقول الشاعر 70% إلقاء و 70% كلمات فاليوم الشاعر لازم تكون عنده إلقاء بالتالي تضيف جمالية للقصيدة لون للقصيدة فن الخطابة جدا مهم للشاعر انه يكون مثقف بفن الخطابه لانه تضيف له ضروري للقاء. ضروره انه يملكها هاي اي طبعا يعني حتى تكون كمخارج حروف عنده صحيحه لان بالبدايه قلنا انه الشعر الشعبي حال الفنون الادبيه بالضبط فلازم تكون عنده مخارج حروف صحيحه لازم تكون القاء قوي يتناسب ويا القصيده اللي هو يقراها هو من القصائد انظلمت بسبب الالقاء اللي هو ما من تحقق القصيده اي بالضبط يعني بالضبط. يعني كان شاعر كاظم اسماعيل قاطع كان مر بوعكة صحية فكان قدرته على النطق بصورة عامة صعبة مو بس القصائد بالضبط كان يقرأ القصائد ما تأخذ ذيك الأهمية يعني وهو كاظم اسماعيل قاطع بسبب الإلقاء فبعد وفاته الشاعر سمير صبيح غيره من الشعراء قرأوا قصائده ووصلت للعالم بالضبط أهمية الإلقاء اليوم ضرورية جدا حتى اليوم أنه توصل الإحساس اللي هو بالقصيدة طبعا. والكلمات أكيد. اليوم خلينا نحكي عن على الكتابة أكو من الشعراء الشعبيين يميلون أنهم يكتبون على مواقف صح. موقف تأثر به حتى أنه هو يوصلها بإحساس وأكو أنهم لا يريدون يوصلون رسالة بكل موقف أو بكل نكبة يمر بها البلد تشوف أنه الشاعر هو لسان حال الشعب صح وأكو نوع من الشعراء اللي هو إنه هو يحب من وحي الخيال إنه هو يكتب من صح خياله صح أنت أي نوع من هاي الشعراء؟ أنا أميل للشعر الاجتماعي أكثر بداية الشاعر ممكن يكون ما يقدر يترجم إلا تجربته الشخصية إلا موقف هو مار به ولكن مع الاستمرارية تكون عنده ملكة قادر إنه يكتب على أي موضوع إنه هو يرسمه بباله قادر إنه يمر على أي تجربة يجوز هو ما مر بها مجرد إنه يسمع بها صار عنده ملكة إنه يقدر يكتب على هذا الموضوع هذا تجي من الممارسة أنا شخصياً عندي إمكانية إنه أكتب على أي موضوع أريده على أي موضوع اجتماعي وقلت لك أنا أميل للقصائد الاجتماعية الوطنية أكثر من الوجداني باعتبارك إنه أنت تأثرت بفترة كان البلد هو بالضبط محتاج بالضبط بيها ايه بالضبط فإحنا نشوف إنه كل شبابنا بصورة عامة إنه هو من موضوع يخص البلد والروح الوطنية نشوف إنه هو طبعاً يميلون لهذا الموضوع صح. أكثر شيء اليوم خلينا نحكي عن المنتديات الشعرية بصورة عامة اليوم المنتدى الشعري كل الشعراء يعتبروا أنه الملتقى الثقافي اللي هو يصقل موهبة الشاعر بالإضافة لهذا أنه هو مثل ما نقول أنه هو يكون احتكاك بين الشعراء اللي هو يزيد من خبرة الشاعر تبادل الأفكار والثقافات يكون فهو يكون له وجود يعني له أهمية بحتة طبعاً. فاليوم أنت شنو علاقتك بالمنتديات وأنت تنتمي اليوم للمنتدى وشون تشوف الأقبال على المنتديات بالعراق بصورة عامة اليوم الحركة الشعرية جدا جميلة كمنتديات الساحة قاعد يتواجد بها شعراء شباب بمنتهى الجمالية بمنتهى الشاعرية الفضل يعود إلى هذه المنتديات المنتدى جدا مهم للشاعر الشاب يعني دائما أنا ما أشبهها أقول
مثلا شاب يشتري طوبه ويلعب ببيتهم واحده، ما يعرف اللي قاعد يلعبه صح غلط، مو مثل اللاعب اللي يلعب نادي انه يتعلم على التكتيك المباريات يتعلم. المنتديات نفس الشيء بالضبط. اليوم انا من اكتب وحدي بمنعزل عن الشعراء، منعزل عن هذا الوسط، اليوم انا ما اعرف قصيدتي صحيحه مو صحيحه. المنتدى يضيف للشاعر ويسقل موهبته، يضيف لك كلمات، يضيف لك افكار، يضيف لك صور شعريه وقوه مفردات، فضروري انه الشاعر يحتك بالشعراء اللي هم سابقين بالتجربه حتى يتعلم من عندهم. بالضبط. انت من الشعراء اللي يتقبلون النقد من باقي اقرانه؟ اي طبعا، يعني اليوم رحم الله من اهداني عيوبي، جدا اتقبل النقد من ابسط شاعر ومن اكبر شاعر، بالتالي هو تقويم الي، لكن اذا كان النقد يعني بناء، يعني بادبيه بحرفيه وادبيه. اليوم احنا نشوف انه يعني ما شاء الله احنا بلد ولاد للشعراء، بلد محب للشعر تحديدا. صح. الشعر الشعبي. صح. باعتباره انه هو مو نخبوي، هو يخاطب كل الفئات بالمجتمع. اليوم الشاعر وسط هذا الكم الهائل من الشعراء شلون يقدر يثبت نفسه ويميزه عن باقي اقرانه ويكون انه هو بارز به بالساحه الشعريه؟ اليوم الشعر الشعبي هو طابور طويل من الشعراء ليوصل اللي هو الشاعر الحقيقي، الشاعر اللي متمكن من ادواته. لازم الشاعر انه ما يشغله كم الشعراء بقدر ما تشغله قصيدته، انه اليوم انا اتعب على قصيدتي اكتبها بحرفيه، اكتبها بشاعريه، وبالتالي هو الجمال يثبت نفسه. يعني بالتالي ما يصح مثل ما نقول الا الصحيح، بالتالي ما راح يتصدر. بما انه احنا كعراقيين مجتمع محب للشعر متذوق للشعر، يعرف الجيد من السيء من الشعر، فبالتالي الجمال يثبت نفسه وهو اللي يوصل بالنهاية. أنت تشوف اليوم شبابنا اللي هم حالياً بهذا المجال إن يعرفوا يصدرون نفسهم بصورة صحيحة؟ الصراحة مو الكل، لأن بالبداية قلنا إنه مواقع التواصل الاجتماعي اطت مساحة للكل، يعني مو مثل قبل. يعني قبل كان الشاعر لازم يوصل للمنتدى الفلاني اللي هو بفلان منطقة، يتعب بالوصول في سبيل إنه يسمع شعر أو في سبيل إنه عنده فرصة يقرأ به. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي سهلت المهمة بس بالتالي قربت المسافة، بس بالتالي كثرة النوعيات من الشعر، فصار بالكل إمكان إنه يصدر قصائده بغض النظر عن نوعية القصائد. اليوم أنا قاعد أشوف بعض الشعراء الشباب ما يركزون على طريقة الوصول بقدر الوصول نفسه. اليوم يعني يقول أنا أهم شيء عندي أوصل بغض النظر عن مادة الوصول، وهذا حتى لو يكون أكو إسفاف بالموضوع، حتى إذا كان. والصراحة أنه حاليا الإسفاف قاعد يوصل وإحنا قاعد نشوف هذا الموضوع. زين، اليوم إحنا عندنا كم هائل من الشعراء وعندنا قنوات تنعد، فاليوم الشاعر هو محتاج للظهور الإعلامي حتى أنه اليوم يقدر أنه هو يصدر نفسه للمجتمع بصورة عامة. اليوم تشوف أنه الشباب الموجودين عندنا ماخذين فرصتهم الكافية بالظهور الإعلامي؟ لو أكو شعراء مظلومين إعلامياً تشوفهم اليوم، ما نقدر نقول أنه أكو شاعر مظلوم إعلامياً، باعتبار كل واحد عنده منصة خاصة، كل واحد عنده منصة خاصة للتواصل الاجتماعي يقدر يروج لنفسه ولأبياته وللمادة اللي هو يصدرها. فاليوم ما نقدر نقول نهائياً أنه أكو شاعر مظلوم إعلامياً، لأن الإعلام اليوم بمتناول الجميع، متناول كل شاعر، أي شخص يريد يوصل يقدر يوصل، يقدر يوصل بكل سهولة. رأيك بالبرامج الشعرية الحالية؟ البرامج الشعرية الحالية، البرامج اليوم ما تعتمد على نوعية الشاعر، نوعية المادة، بقدر ما تعتمد على متابعين الشاعر، بالرقم اللي يتابعون الشاعر، بغض النظر قلنا عن المادة الشعرية. اليوم كبرنامج ما قاعد يجيب لشاعر، يعني نحكي بصورة، يعني مو بصورة عامة، نحكي البعض، عندنا نحكي حددنا البرامج الشعرية بالضبط، مو الكل، يعني قاعد ما قاعد يجيب لشاعر يقرأ لي قصيدة حقيقية، ما جاي يجيب شاعر يقرأ قصيدة بشعر حقيقي. شو انت تقصد بقصيدة حقيقية؟ القصيدة الحقيقية اللي هي تكون تتضمن كل أدبيات الشعر، بعيدا عن الإسفاف، بعيدا عن الهبوط بالمفردات الشعرية. اليوم قاعد نشوف مفردات ما أقدر أحكيها بين وبين أصدقائي قاعد تنكتب بالشعر وقاعد تتروج على مواقع التواصل الاجتماعي بالتلفزيون، هذا الشيء أثر سلبيا على الشعر.
بالضبط أثر سلبا على الشعر وأثر أنه إحنا مجتمع العادات أو التقاليد هاي المفردات يعني من المعيب أنه هي يتم تداولها. زين خليني هسه نسمع شيء صار تقول حيرت قلبه لك ويحير المثلك الشاعر يسمون أنا وما أقدر أكتب لك أقعد أكتب لك غزل أذكر عفت لي جرح أنه أكتب على الجرح يعرض علي شكلك شتريد نكتب لك بكل شي عفت لي نقص جاهل وطب المحل من كل شي ما أخذ لك يل منك ولا تبت أحلف ولا أوصلك بس هو لي لك يجي ببابك وقف لك نعم. ومن قلت لك انهي بعد كنت تقصد انهي الزعل بس انت ما تقنع او ما دام هيك الحكي نحكيهن مربع مثلك صلف ما شفت بيرانه وانت دلو من حضن تاخذ ولك وتوزع على الخلق والحضنها مترجع عيبك وطير البرج اش ما ضيع يرجع او بستان هذا القلب وتلوم ما مش حصد غير انت ما تزرع شاب البداية يزرع. الله عليك. الله يسلمك. اليوم موضوع القصائد بصورة عامة نشوف أنه أكو كثير من الشباب أنهم بدوا أنه يميلون إلى تسجيل القصيدة صح. حتى أنه هي توصل أكثر باعتبار أنه إحنا بدينا كشباب نحب هاي القصائد تتسجل وها ميوزك وغيرها مبروك. أنت من ذولا الشباب اللي يحبون يسجلون القصيدة فقط يكتبون؟ أنا من النوع اليوم المرئي يوصل أكثر من المقروء يعني الصراحة. قبل كنا نقول لا لن تستطيع أن تكون شاعراً جيداً إذا لم تكن قارئاً جيداً اليوم بس الآن نحن نشوف المرئي يوصل أكثر من المقروء والمسموع أيضاً والمسموع أيضاً كذلك يعني بكل الطرق توصل أكثر من المقروء اليوم ما حد يقدر يقرأ لي قصيدة مكتوبة توصل لي 10 بيات أحب أن أسمعها مثلاً بالسيارة ولكن أقدر أنا أسمع لي فد 20 بيات واستلف بيهن اليوم قاعد نشوف الوصول التصاميم يعني المصممين اليوم اللي هم دور كبير بوصول القصائد قاعد يضيفون لمسة للقصائد الموسيقى قاعد تضيف لمسة للقصائد فهاي كلها تسهل عملية وصول القصائد إيه؟ علاقتك بالسوشيال ميديا باعتبارك أنه أنت اليوم حسب الأسئلة اللي طرحتها بين علاقتك جيدة باعتبار طبعا. أنه أنت ذكرت أنه كل شاب اليوم عنده منصة يقدر يوصل صوته طبعا. كل شاب أنه هو يقدر أنه يوصل الشعر مالته وأبياته يقدر ينشرها أني أشوف بعض الشعراء كتروا وصلوا بسبب مقطع بسبب ريلز على الإنستغرام أنت اليوم من الشباب اللي يصورون واللي مهتمين بهذا المجال حتى أنه يوصل قصيدته لو لا بصراحة أنا ما منطل الشعر يعني أهمية بحياتي كشخص 100% بسبب عملي بسبب دراستي ولكن أنا من الأشخاص اللي مهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي لأن بالتالي هي كل شباب إحنا مهتمين بهذا بالتالي هي اللي ممكن تساعدني بالوصول أحب إنه أوثق القصائد بالمنتديات أكثر من إنه أصورها لأن تضيف لمسة يعني الشاعر على المنصة يختلف عن الشاعر اللي يصور فبالتالي جدا أحب فكرة إنه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هواي برامج مثل الإنستغرام التيك توك كفيلة بوصول أي شاعر صح. سبب مقطع ممكن الشعر يوصل يوصل إلى ملايين من الناس بالضبط زين إحنا دا نشوف إنه إحنا بسبب إنه إحنا الشعب عاطفي نشوف إنه المقاطع اللي هي غزل وغيرها توصل أسرع من باقي القصائد صح اليوم القصائد الوجدانية تأثر بالشباب أكثر بالشباب أكثر بحيث يعني نادرا ما نلقى شاب ما مر بعلاقة ما مر بتجربة بحياته فبالتالي صح. من يسمع هذه القصيدة تأثر بي. أنا مرات كشاعر من أمر بتجربة وأريد أكتب عليها وألقى شاعر كاتب على هذه التجربة أسمع لي ما أحتاج أنا أكتب لأن تأثر بي صح. فبالتالي ترجم تجربة أي شاب زين خلي يكون ختامها مسك بقصيدة صار فضل أنا تشلبت حد ما يبست شفيني أو تانيتك لحد ما خلصن سنيني كنت لك جاري معروض بثناي السوق عبدك كون شاريني يعينو كل اللي بعيني أو لن تلقت لحبك لا أكرهك روح مثل ترشيتك معلق مخليني قلت لريد أوصلك وقال اعتذر وانت أول مرة من عيني تمر قلت لحقك انت ما شايف نوين وانا عندي حساب طولك كم شبر انت ما شايف الوان من نجيك
وانا ادري انت شنو اللون تحب، انا حاسب كم سن بضحكك يبان، وادري ترشيتك ذهب لو مو ذهب، لا تكابر خلني سولف من نجيك، كافي من بعيد اسولف وحدي، انت ام كلثوم تسمع بالصباح وانا من مصباح جرطور الحديث. الله عليك عشد، نورتنا، انا استمتعت جدا وياك بصراحه، سعيد بلقائك والله. شكرا لك، واتمنى شكراً لك يا رب انه انت تكون شاعر مو فقط على الصعيد المحلي، باعتبارك انه اليوم من الشباب اللي دايم تكون خلفيه ادبيه حلوه. شكراً. وبالاضافه لهذا رغم انه انت مو متوقع هواي للشعر، بس نشوفك انه انت ذا تبدا. شكرا جزيلا، وشكرا لك، نورتنا، حياك الله، اهلا وسهلا بك. مشاهدينا اكيد احنا مستمرين وياكم بمواضيعنا، راح يكون ختامها مسك اكيد ويا لاعبتنا اليوم اللي هي مختصه بلعبه الباقوت، شمس حسين نورتينا، حسن تفضلي ماكو فرق، الله اهلا وسهلا بك، نورتينا حياك الله، عليكم السلام، اهلا وسهلا بك، شلونك؟ يا رب بخير، تفضلي حبيبتي، اهلا وسهلا بك، نورتينا. يعني لازم انه انت تعذرين اذا غلطت شويه، باعتبار انه انا ترى صار لي من 12 قاعده هنا. الله يساعدك، الله يساعدك. ماشي. اليوم طبعا بصراحه اليوم انا سعيده جدا انه انا التقيت بكميه من الشباب المبدعين اللي هم تميزوا بكل المجالات، من نشوف هيك احنا عندنا طاقات شبابيه قدرت انه هي تتميز وقدرت انه هي تقدم لهذا المجتمع، بالعكس انه هذا الموضوع يكون هو فخر ان اليوم احنا عندنا هيك شباب مبدعين، طاقات شبابية هائلة قدرت أنه هي تبدع بهاي المجالات. فاليوم إحنا اليوم نريد نحكي ويا شمس حسن بخصوص هاي الرياضة اليوم، أنه إحنا من نسمع هاي اسم هاي اللعبة أنه إحنا نستغرب لأنه هي حديثة أو أنه هي حديثة على مسامعنا، فأكيد اليوم شمس راح تحكي لنا تفاصيل أكثر شنو هذا النوع من الرياضات، فخلينا نحكي عن تفاصيلها. الباغوت هي فنون قتالية. نعم. اللي يختلف بهاي الفنون بهاي اللعبة بالذات انه هي تشمل اكثر من نوع قتالي. نعم. يعني احنا دائما يعني اكثر يعني وضحت هي تقريبا هي اللعبة جديدة يعني حديثة الظهور، صار لها كم سنة تقريبا؟ 2019 يعني دخلت حديثة للعباق. بالضبط. تتضمن خمس انظمة، اللي هي واحد من الانظمة نظام استعراضي بالسيف والسهم، والأنظمة الأربعة اللي هي تتضمن نظام الإبارة، نظام يستخدم الضرب إيد ورجل بدون الضرب المباشر على الوجه. النظام الثاني هو نظام الجيماز، يدخل وياه اللكم المباشر على الوجه. يعني إحنا تقريبا لتشمل كل أنواع الفنون القتالية. نظام الباتور نظام يتضمن ضرب بالإيد والرجل بالإضافة لحركات الجودو، يعني هو مو جودو نصاً، بعض الحركات أكو أشياء ممنوعة، أشياء أنه ممكن أنه يستخدمها اللاعب. النظام الخامس اللي هو نظام الكافشاخ، نظام مصارعة الحزام، اللي هو يتضمن مقارب للجودو، المصارعة الرومانية، كل هاي الأنظمة. نعم. احنا اليوم من سمعنا عن انه هي تكون هي شامله هاي الانواع من الرياضات، انت قبل ايش قد انه انت داخله لهذا المجال؟ انا دخلت لها بال 2020 2020 راسا اتجهتي لهذا النوع من الرياضه. بالضبط. انا كنت العب كاراتيه، بعدين شفت انه يعني مرات يعجبني انه العب جودو، يعني ما اريد العب كاراتيه. حلو. هاي يعني انا بالباغوت اقدر انه اقدر العب جودو، اقدر العب، يصير تنوع قتالي. عرفتي شلون؟ زين. سؤال اليوم احنا كبنات كل شيء ولا وجهنا. بالضبط. شنو اكو لك مباشر على الوجه؟ احكي لي هاي التفاصيل. اكو ضرب على الخشم، مرتين مسويه خشمي، يعني كلش عادي، يعني كلش طبيعي. كلش طبيعي. يعني انا اسوي مرتين خشمي لا كارثه هاي. شوفي يعني هو يعني هي فنون قتاليه، من اسمها فنون قتاليه، فانت كل شيء تتوقعين انه ممكن تطيب عينك، ممكن يطيب خشمك. لا حبيبتي ما مجبوره. زين. يعني هي تقبلات، يعني انا مره من المرات طابت رموش عيني، من بقيت تك عين بها رموش والثانيه ما بيها بلا. وما زلتي مستمره؟ مستمره. والله احنا البنات من نحب شيء نستمر به. زين. اكو موضوع اليوم انه نشوف انه كبنات رياضه تريد قوه وتريد قوة تحمل، بالإضافة لهذا بها أذى جسدي. صح.
شلون تشوفين اقبال العنصر النسوي على هذا النوع من الرياضه؟ والله بالوقت الحالي كلش يعني كلش فرق عن انه عما سبق. يعني حتى أنا يعني تجربة شخصية بدايتي كانت أكو معاوضات إنه تدخلين هيك مجال إنه تكونين فنون قتالية وهالسوالف. بعدين هسه المجتمع دا يتغير كلش، دا يتغير، دا تشوفين هسه مو بس الباغوت فقط، التايكواندو هواية لاعبات تايكواندو، عندنا بطلات تايكواندو، الكاراتيه عندنا لاعبات كاراتيه، الكوشينغاي عندنا لاعبات كوشينغاي هواية. فهسه البنات، لا البنات يعني هنا دي كسرن هاي النمطية انه حتى هسه الاعلام في فترة من الفترات كانت البنية صعب انه تشتغل اعلام وتشتغل. احنا مجتمع شرقي، فهي البنية اي مجال تريد تفوته تتعرض لمواجهات، تتعرض لمضايقات، تتعرض لهواية. بالضبط بالضبط. في مجال الصحة هماتين البنية هم ممكن انه شنو صحة يعني فتشي يعني ما يعجبهم، هم كمجتمع مجتمع شرقي ما يعجبهم البنية شنو تسوي. بالمقابل مجرد انه نجحت حققت انجاز فهاي لا خلص هاي بتنا كسرت القاعدة، هاي البنية هي يعني بطلة تربيتنا هيك. يعني يصير انه احترام للبنية وقت تحدد وقت تنجز وقت تسوي فد شيء بالحياة زين. بس قبلها التحديات اللي الدعم واحنا هم نخلي شوفي خلينا نطي شوي، احنا دائما من نحكي نقول المجتمع خلنا ننطى شوي نميل للمجتمع. احنا شعب مر بحروب، مر بازمات، مر بنكبات، صح. فجاه تطور، فجاه صح. انترنت صح. هذا الموضوع انه ما اجانا تدريجة حتى انه احنا مثلا نستقبل او نتقبل هذا الموضوع. اذا اليوم البنيه، انا اليوم دائما احكي بهاي القضيه، البنيه من تريد تسوي شيء تقدر تثبت نفسها وتقدر انه هي تثبت هذا الشيء للمجتمع. يعني بالسنوات خلينا نحكي 2013 2014 15 هاي الفتره ما كانت اكو بنيه تتجرأ تنشر صورتها. ليش؟ لان المجتمع راح يهاجمها. قبل كانت اللي تنشر صورتها يحددون هذا الموضوع بالاخلاقيات، هسه الموضوع صار طبيعي. مثل حاليا انه احنا العنصر النسوي دا نشوفه عندنا بطلات بالفنون القتاليه. زين خلينا نحكي عن الانديه اللي هي خاصة بالعنصر النسوي باعتبار انه احنا اليوم بنوته ويانا، فخلينا نحكي اي نادي انت منضمة؟ انا بنادي وشنو البطولات اللي شاركتي بها؟ طبعا عندنا بطولات محلية يعني على مدار السنة تصير بطولات محلية، بطولات دولية اللي هي بطولة آسيا، بطولة عالم. العام كانت عندنا مشاركة ببطولة العالم اللي كانت شهر 12 بجورجيا بمشاركة 22 دولة. حققنا إنجازات كلش حلوة، مو أني بس، هواية لاعبات بنات ويانا بالمنتخب. المنتخب مالتنا بالقاعة، قاعة المنتخب بالغزالية النادي مالتنا. بالإضافة أنه تصير لنا معسكرات هماتين داخل العراق وخارج العراق. هسا احنا دا نستعد، عندنا بطولة عالم الخامسة إن شاء الله بجورجيا. عندنا باكر تصفيات هماتين، تصفيات منتخب. نعم. على اساس هيتم اختيار اللاعب اللي حيشارك ببطوله العالم اللي الخامسه. فيعني مستمر توتر شوي ذكرت البطوله توتر. عندنا معسكرات داخليه، كنا نستعد بطوله اسيا بس بسبب الميزانيات وهالسوالف والصرف المالي فتأجل، يعني ما قدرنا نشارك. ان شاء الله نستعد لبطوله العالم. معسكرنا كان بايران قبل فتره، وقبلها كان معسكر بتوك. زين على الصعيد الشخصي شو الانجازات اللي حققتيها؟ بطوله العراق حصلت مركز ثاني. يعني دائما احنا مستمرين بالبطولات المحليه، دائما نحصل انجازات الحمد لله، بس ببطوله العالم حصلت مركز اول ما شاء الله، ميداليه ذهبيه الحمد لله. وبعد ان شاء الله متاملين خير على بطوله العالم هاي هماتين. يا رب ان شاء الله من المركز الاول. يعني ما دام اذا انت كاسره خشمك ومسويته مرتين فعندك هذا الحب انه تكملين ان شاء الله. تمام زين خلينا نحكي بقضيه انه ذكرتي التصرفيات والماديات. اليوم هذا النادي ما يوفر لكم هذا الدعم المادي؟ هم كاتحاد ممنونين ما مقصرين ويانا، بس بالمقابل يعني هم كاتحاد هماتين يحتاجون لدعم دولي مثلا، يعني انه وزاره الشباب والرياضه انه توفروا هيك شيء. كاتحاد ما مقصرين،
فيعني الأشياء اللي إحنا دا نحتاجها دا يوفرونها يعني من ملابس، تجهيزات، واقيات، كسابات، هالأمور اللي نحتاجها باللعب وموفرين إياها. زين، الرياضة إحنا ذكرناها إنه هي حديثة 2019، بأكو أندية خاصة بيها؟ قلت لك إحنا النادي مالتنا بالغزالية، يعني نادي واحد فقط؟ لا، موجودة مو بس ببغداد، يعني حتى المحافظات البقية عندنا بالكوت موجود، بالناصرية هماتين أندية وبتسميات مختلفة. إيه بالضبط. زين، بغداد هماتين موجودة، وعندنا منتخب وطني أيضا. المنتخب الوطني أكيد. زين، هي هاي اللعبة دخلت للعراق بال19، لكن هي موجودة من زمان. موجودة، هي الأساس مالتها تركيا وأذربيجان. زين، بعدين دخلت للعراق بال2019. شنو معنى كلمة الباغوت؟ الباغوت هي مأخوذة من الأنظمة الخمسة، القتال المقدس بما معناه. وهي نشأتها بالأذربيجان وتركيا. زين، أصولها. زين، اليوم بما انه انتم كلاعبين انه مستمرين بهاي الرياضه تحتاجون الى تمرين مستمر، فترات اعداد، شلون تعدون لكل بطوله؟ والله التمرين مستمر يعني على مدار الاسبوع، بالمقابل يصير تمرين مكثف بايام قبل البطولات، فيعني كل شيء تمام يعني الحمد لله. هسه انتم عندكم بطوله عالم. ايه بالضبط. من شو وقت بلشت تعدون لهاي البطوله؟ احنا من شهر العاشر تقريبا، من قبل العاشر احنا مستمرين تمرين. شهر العاشر كان عندنا معسكر استعداد لها والتصفيات هسه، ومستمرين يعني قبل يعني تمارين مكثفه خميس جمعه سبت، يعني معسكرات خاصه داخل النادي، وهسه يعني قلت لك عندنا التصفيات مستمرين بالاستعداد. زين، انت ذكرتي اكو تصفيات وهيك امور حتى انه الشخص يدخل للمنتخب حتى يشارك بالمنتخب اللي راح يروح يشارك بالبطوله. على اي آلية يتم اختيار اللاعب حتى يكون هو مشارك بالبطوله؟ نزالات، يعني يتم نزالات ومشاركات قتاليه، واللي يفوز هو عن طريق النزالات لو عن طريق الانجازات اللي محققها اللاعب. لا، ممكن انه لاعب حصل انجاز ببطوله العالم مثلا الثالثه، تعرض الاصابه بعدين من فترة شفاء وهيك شيء، من يجي يتنازل يعني حيكون الأداء مالته مثل من كان قبل، أكيد لا. فتصير نزالات جديدة، يعني كأنما دا تشترين من جديد فهيك شيء. زين، اليوم ما أنت ذكرتين عن بطولات هواية مشاركة بيها وهواية إنجازات محققتها، أصعب بطولة مرت عليك؟ هي بطولة العالم هي أصعب شيء، يعني واحد توتر أكثر من دولة، يعني دولة أجنبية، يعني أشخاص، يعني أشخاص مختلفة، أساليب، يعني نقول مثل أسلوب قتال مختلف بما معناه، يعني أنت متعلمة أنه مثلا تلعبين ويا نادي معين أو تلعبين ويا دولة معينة وتعرفين أساليب، مو مثل أنه مثل دول أجنبية يعني ثانية عندهم تكانيك مختلفة من هالأمور، فهي شوية توتر الجمهور، توتر المدرب، توتر المسؤولية اللي عليك بالضبط، فكل هذا إنه ممكن يأثر. مجرد إنه أنت توقفين على البساط فهو هذا فشي مرهب يعني. أكيد. شمس، أنا أتمنى إنه بالتصفيات يتم اختيارك حبيبتي، وربي يوفقك، وإن شاء الله يا رب من هالأعلى يا ربي الجميع وإلك هماتي. شكرا لك، نورتينا شمس، أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة حبيبي، يا رب تقضيها بصحة وعافية. شكرا لك، نورتينا مشاهدينا. وبهذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى استمتعتوا بكل مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، بالمواضيع تطرقنا لها لهذا اليوم. أكيد مشاهدينا نلتقيكم الأسبوع القادم بنفس الموعد، دمتم بخير.